يا شباب، السلام عليكم. معليش للتكنيكال ايشو، وحنواصل. احمد، أحمد، أنا واسع معك. سامعني كده ولا احمد أكيد منو؟ واسع معك. أيوه تمام. ايوه قلت لك، بس عدى البوست الرابط من القديم لسه في البوست، ما أوكي تلاقيه تمام دي. تمام أنا خطيت الجديد في البوست عشان لكن انه بعض مرات الناس ما بيقروا الكومنتات، بحاولوا يخشوا طوال من البوست. جدا أسعد بعد اللي تمام. طبعا انا دلوقتي برسل في الواتساب، حاسس بخش جروبات الواتساب كلها برسل. خلاص أوكي تمام، شكرا جزيلا. عفوا يا دكتور. برضه ممكن تلغي الويتين يا دكتور، ألغي؟ الويتين مش أوكي ممكن. جدا. اي سلام، مساء الخير. تمام، الرابط يتعدل. تمام، باشمهندس حيدر كيفك؟ اخبار يا احمد؟ الحمد لله. اخبار شنو الله استاذ؟ يبارك احنا سعيدين ذاتنا، يعني اليوم قاعدين مع يعني جواهر السودان. الله الله يديك العافية. يبارككم. دكتور ياسين كيفك يا اخي؟ تمام والله الحمد لله يا باشمهندس، امورك تمام؟ الله يكرمك يا اخي، الله يكرمك الله يديك يا اخي. العافيه. مشكورين يا اخي على جهودكم، ان شاء الله ربنا يقدركم يا اخي. الله يديك العافيه يا اخي، تسلم، بارك الله فيك. الله يخليك. الله يسلمك. الرابط الجديد ضبط يا شباب؟ انا ظبط معي. تمام جدا. طيب نحن بس نذكر الناس اللي انضموا لنا جديد، اللي انضموا لنا قبل شويه، في السيشن الثاني عندنا 3 ساعات بس مفتوح، والليله كان اصلا مواصله للبرنامج من الصباح اللي هو الذكرى 11 لمبادره الباحثين السودانيين. يعني مبادره الباحثين السودانيين يعني زخم علمي اكاديمي رياضي ثقافي اجتماعي، فيعني يعني زي ما قال دكتور انور، يعني احنا عندنا قريب ال 32 مشروع كلها شغاله مع بعض. دي كلها اتولدت من رحم المبادره يعني، وما شاء الله معانا علماء ومعانا خبراء ومعانا يعني طلاب وحرفيين ومهنيين، كل اطياف المجتمع السوداني. وفي مبادرات كثيره جدا يعني نجحت وادت ثمارها. قبل شويه كنا بنتكلم مع دكتوره شاهيناس عبد الرحمن عن ان هي عملت الشابتر جوجل اديوكيشن في السودان، ودي اول جوجل اديوكيشن يعني ينشا في السودان عشان يستفيدوا منه الطلاب ويستفيدوا منه طلاب الجامعات. عندنا الدورات المتواصله، مثلا دوره اداره المشاريع، عندنا الخدمات المصاحبه، وعندنا كمان المجله العلميه اللي اطلقت قريب، وقبل شويه الباشمهندسة مرام اتكلمت يعني كان عندها برزنتيشن عن المجلة. وكمان عندنا المنتدى الاقتصادي برضو اتولد من رحم المبادرة، وما شاء الله يعني فيه يعني
علماء من كافة أنحاء، علماء سودانيين من كافة أنحاء العالم، يعني بيدرسوا في الجامعات الأمريكية، الجامعات العربية، الجامعات الآسيوية، الجامعات الأوروبية. وعملوا قبل كده دورة ورش عمل البحث العلمي، إنك أنت كيف تكون باحث علمي من يعني مبتدئ لحد ما تكتب ورقة علمية وتنشرها. وشاركوا فيه علماء أمثال بروفيسور عبد الباسط مريود، بروفيسور علام أحمد، بروفيسور الصادق موسى. فكل الناس ديل شاركوا في المشاريع المصاحبه لمبادره الباحثين السودانيين. مبادره الباحثين السودانيين الان يا جماعه نحن عندنا اكثر من 600 الف مشترك، يعني حتى بقت انتشرت في انحاء العالم، ما السودانيين بس، في مشتركين من بلدان مختلفه. عندنا برضو من الحاجات اللي تبنتها المبادره اللي هي غير الدورات وغير الحاجات الثانية، في نادي اللغة الإنجليزية، وكان النادي متواصل. في برضو المنح، المرشد والدليل إلى المنح العالمية، كيف إنك أنت تتحصل على منحة. فكل يا جماعة الشغل ده قايمين به أتيام، يعني ما قايم به زول واحد ولا قايم به تيم واحد، يعني أتيام بتاعت عمل بتشارك في الحاجات دي. فأي شغل يا جماعة يجيكم او سمرة انتم تشوفوها هناك في لايف في الفيسبوك وكذا، اتاكدوا تماما انه الموضوع ده وراه فريق، يعني فريق متكامل. يعني ناس مثلا عندنا ونس على دروب النجاح بيستضيفنا فيها علماء واجلاء سودانيين، وعرفنا كيف انه الناس دي بدوا قصص حياتهم من مما كانوا في المدارس والصعوبات اللي واجهتهم لحد ما وصلوا للحاجه اللي هم فيها. بعد ذاك تاني يعني عندنا كمان عشان ما انسى يا جماعه، عندنا فريق بتاع مصممين لهم التحيه والله، شباب في السودان، باشمهندس عمر دوني واحمد كمال، يعني الشباب ديل يعني والله يعني ادونا من وقتهم وما قصروا معانا تماما. يعني كل الشغل بتاع التصميم بتاع البوسترز بتاع الحاجات دي، ده الفضل فيه يعود للشباب ديل. فنحن ده الشيء اللي عايزينه من المبادره، انه الحاجات طوالي تبدا، يعني الناس تجيب الفكره بتاعتها وبتلقى طوالي فريق بتاع عمل والناس تنفذ الفكره بتاعتها لحد ما يجونا يا جماعه الضيوف والساده الكرام. انا بتيح الفرصه لاحمد، موجود احمد داود؟ عايز تقول حاجه؟ موجود. طبعا يا دكتور، بعد كلامك يعني بجد احنا سعيدين يعني مش احنا الكلام ده، يعني هو هكرر يعني كلامي تاني، الانجاز السوداني العظيم. يعني انا ممكن اقول مؤسسه البحثين السودانيين ممكن تكون على الصعيد الدولي ما تكررت يعني بهذا الاقبال، لانه كل المؤسسات البحثيه تمت بتكون بدعم من مؤسسات، بتكون بدعم من الدوله، بتكون في سمسنج يعني في يعني باور ادت البدايه بتاعتها. يعني لو مشينا لكل الدول العالم اي مؤسسه بحثيه بيكون في صمت، يعني في بودي كل بداها. الا مؤسسه البحثين السودانيين البدايه بتاعتها كانت من المجتمع، من باحثين سودانيين بدون اي زي ما نقولوا بودي محرك للمؤسسه، ولحد الان هي قائمه مؤسسه مبادره كامله جدا، يعني قائمه على جهود الاشخاص. يعني حتى انا انت كل الناس القائمين على المبادره دي، ومش احنا بس، اي شخص الليله لو جاء هيكون يلقى نفسه جزء اصيل من التيم اللي هو ده الحته الحبي فيها، فهلقى نفسه هو قاعد في زي ما بيقولوا في اريا بدون اي قياده. يعني باور بيجيك زول رئيس او بوس يقول لك يا الحياه الفلانيه تعمل او كذا، تلقى نفسك انت قاعد في بيئه متكامله، من البيئه جاهزه للبحث العلمي، بيئه مع علماء على مستوى العالم. يعني حتى احنا لاحظنا في اللايف، ان في دكاتره من السويد، في من حسب الدكتور ياسين مثلا من بريطانيا، وفي من الماليزيا ومن كوريا. انت بتتكلم مع العالم كله في جروب واحد، زي ما انت ذكرت كمان ما سودانيين فقط، احنا بنتكلم عن كل العالم. فانا شايف الميزه بتاعت الباحثين السودانيين من الميزات يعني الفيها انه يعني ما عندنا بودي هو مسيطر على الباحثين السودانيين، ما في بودي هو يعني زي ما بيقولوا عنده رؤيته للباحثين السودانيين هي تتجه اي اتجاه او تمشي اي يعني اي مسلك. فباحثين سودانيين
فريدم للنوليدج، شير للنوليدج، امكانيات واسعه جدا، واي زول بيقدر يوصل لها في اي لحظه، ومش يوصل لها ويشارك فيها. وبالعكس بحسن السودان تسعى سعي تام انه كل السودانيين اللي عندهم مطروحات، اللي عندهم ريسيرش بيبر، اللي عندهم ماجستير، اللي عندهم دكتوراه، فاتح لها ابوابها. فدي ما في مؤسسات الان فاتح الابواب، حتى مراكز البحوث العلميه في السودان يعني صعب جدا تمشي تنشر بحثك عندهم. فصراحه ما في كلام يعني يتقال اكثر من العلم للجميع. شكرا لك يا دكتور. الله يديك العافيه اخي. شكرا شكرا يا احمد. باشمهندس حيدر نرجع لك ثاني، تفضل. دكتور مساء الخير للمره الثانيه. الله يديك العافيه. الله يكرمك. طيب، مبادره الباحثين اخواننا، المبادره دي نحن والله تدرجنا فيها من العضويه لحد ما وصلنا مرحلة الإشراف، اكتشفنا حاجات كثيرة جدا. من ضمنها يعني الطريق الهسي نحن ماشيين عليه، وقدرنا إنه نقدم المبادرات، وقدرنا إنه نعرف الجوانب الكويسة في الناس ونقدر نساعد ونخدم. دي من الحاجات اللي استفدنا منها جدا في وجودنا في مبادرة الباحثين السودانيين. والمبادرة يعني بوسعها كمنظمة خير ربحية أو كمنظمة تدعم البلد وكتوجه أو كتابع علمي وبحثي، فنحن برضو يعني بيكون بصدر رحب إنه الناس كلها تكون متواجدة، والناس تحاول بقدر الممكن إنه يعني تساعد وتتشجع لنشر البحوث ولمساعدة الخير وللشغل اللي بيخدم البلد يعني في الجانب البحثي والجانب العلمي يعني. أنا طبعاً اتكلمت كثير اليوم في لا يعني كده أنا دارك يا باشمهندس. أنا أصلاً ما عايزك تتكلم لنا عن المركز اللي أنتوا فتحتوه جديد بتاع نيلينز. ممتاز، تمام. الصوت اختفى. شكل الشبكة سيئة، بس الشبكة سيئة يا شباب. الناس اللي معانا، أي زول عنده مداخلة يرفع يده، الفرصة متاحة للجميع. يعني دارين نسمع منكم كلكم يا جماعة، انطباعاتكم عن مبادرة الباحثين. يعني انتم كلكم ممبرز يعني هنا في او اعضاء في المبادرة، فدارين نسمع مختلف وجهات النظر بتاعتكم، الفيدباك بتاعكم عن المبادرة، كيف انه نحن نقدر نحسن المبادره، لانه احنا يعني صح شغالين فيها وتعبانين فيها بكل جهودنا، لكن يعني لسه ما مبسوطين منها 100%. تمام، فلازم يكون في نوع من تبادل الاراء عشان نقدر نحن نجود الخدمه اللي بنقدمها. اماني تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. أنا حقيقي سعيدة جدا جدا بمبادرة الباحثين السودانيين، وتشرفت بإني حضرت معاكم الورشة التدريبية بتاعت التعليم الإلكتروني اللي كانت في الفترة السابقة في شهر 7 على ما أعتقد، وتعرفت على ناس كتير يعني، وأسجل صوت شكري يعني خاص للباشمهندس أحمد داود، لأنه كان طوالي معانا يعني في كله كبيرة وصغيرة، وحتى بنرجع له في الخاص. حقيقة أنا سعيدة بالمبادرة جدا جدا جدا، وأنا كأستاذة أنا ما عرفتكم على نفسي، أنا دكتورة أماني زين العابدين عبد القادر، أستاذ مساعد في جامعة أم درمان الإسلامية، رئيسة قسم الإنتاج الحيواني، متخصصة في الوراثة وتربية الحيوان، اتخرجت في جامعة الخرطوم، عملت البي اس سي والام اس سي والبي اتش دي كله كان في جامعة الخرطوم في كلية الانتاج الحيواني. يعني الحمد لله، يعني زول كان سعيد بالمشاركة واضافت له اضافة كبيرة جدا جدا يعني، والله حقيقي يعني.
يعني كان بالنسبة لي ما كان يعني ما كانت غريبة علي يعني الورشة، لأنه أنا برضو أستاذ كبرطاني جوف في جامعة أفريقيا العالمية، يعني كنا درسنا الموديل سيستم معاهم ودعمنا به. لكن حقيقي يعني أنتوا أضفتوا لي إضافات حقيقية يعني، وسعيدة بكم وبفخر بكم يعني في كل مكان. وحقيقي الحاجة دي يعني لو لما تجي تفكر فيها، إنه يعني ناس تنخرط في العمل التطوعي وتنخرط في يعني حب إن توصل أي معلومة عندها للآخرين، دي مقدرة ما عادية يعني. وحقيقي أنا بشكركم جدا جدا جدا، وبتمنى إني ذاتي أكون إضافة لكم في أي لحظة، يعني أي حاجة عندها علاقة بتخصصي أنا إن شاء الله جاهزة وحاضرة بإذن الله. وشكرا لكم مرة ثانية، وسعيدة بكم جدا 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 يا باشمهندس ويا دكاترة، كتر خيركم الله كثير. يديك العافية. قبل أدي أحول المايك لأحمد، شكرا جزيلا دكتورة أماني. أنا سعيد جدا يعني يكون معانا يعني دكتور غامة وزي دكتورة أماني زين العابدين. يعني شوف، يعني شوف المبادرة دي يا جماعة، من يعني طالب بيكون لسه يا دوب، أنا بيجيني رسائل بيقول لي أنا طالب وعايز أمتحن، ويعني ساعدني إنه أختار التخصص بتاعي كده، ونلقى هنا بيجي يا جماعة معانا في أستاذ جامعي. يعني تخلي ده ما في بلاتفورم بيجمع الناس دي كلهم مع بعض كده. يعني انت عندك الطالب اللي لسه في المدرسه، وعندك الزول اللي بقى وصل لحد درجه الاستاذيه اللي هي بقى بروفيسور بقى، يعني عندك الاستاذ الجامعي. يعني المعلومه اللي انت بتلقاها هنا ما بتلقاها في حته ثانيه، تمام؟ يعني ناسي مثلا واحد يجي يسال يقول يا جماعه انا والله عندي بحث في الالكترونكس مثلا، هتلقى في الاف الاشخاص عندهم معلومه اكيوريت عن الموضوع ده. فيعني انا سعيد جدا بك يا دكتوره، وشكرا لك جدا على الكلام الجميل. نحن بالعكس نحن بنتشرف بك. احمد سريع تعقيب على كلام الدكتوره. شكرا، كثر خيرك. الله يديك. انا ما هعقب، انا هقول حاجه قاعد نقولها طوالي. الباحثين السودانيين التعليم الالكتروني هي مبادره، عندك خد ما عندك تعال شيل. دكتوره انت ما تعتبر انك تحجينا، انت جزء اصيل. اي مبادره زي ما انت طوالي بادري، احنا طوالي، احنا التيم بتاعك، يعني انت تعتبرينا احنا الممبر بتاع التيم. انت طوالي تدربي محاضرات او ورش تدريبيه تنور، انه ذاته احنا عندنا مشكله في الانتاج الحيواني. انا واحد من الناس شايف انه السودان محتاج للزراعه والانتاج الحيواني بشكل ساينتفك، فنعمل ريسيرش في الانتاج الحيواني. احنا تعتبرينا التيم بتاعك، وانت قود زي ما بقول المبادره، واعتبرينا زي ما بقولوا التيم، وكلنا زي ما بقولوا كولكشن، نقدر نجمع الريسورسز والتفاصيل كلها، ونعمل دوكيومنتيشن للانتاج الحيواني ذاته للسودان. يعني على الاقل نشوف مثلا مشاكل الانتاج الحيواني شنو في السودان، ونشوف مثلا الرعاه والطرق بتاعت الماشيه كيف تجي الخرطوم، احتمال المشكله بتاعت الطريق بتاع الماشيه من المصدر بتاع مثلا بورسودان، هذه مشكله. احتمال انه بيمشوا بطبعا الترحيل بيكون يعني بالطرق التقليديه، يعني تلقى انا ما اعرف ولا ايش باللغه، لكن زي يعني بيرعوا بيخلوا الماشيه تجي يعني برجلين من المنطقه اللي هي قاعده فيها للخرطوم مثلا للمسالخ. فدي كل احتمال اسباب بتاثر. فاحنا دايرين الكلام ده كله ممكن ساينتفك يعني يكون الناس تتناقش فيه. بالعكس سعيدين تماما، واحنا التيم بتاعك في مبادره، واحنا بنفس اللحظه احنا بنقول باحساس زي ما ذكرتها freedom and sharing the knowledge. انت يعني اي زول بيقدم وبيلقى الباقيين، يعني ما في ليدرز ثابت فيهم. يعني انا بكون مثلا ليدرز في الحته الفلانيه، وتيم از تيم ممبر في الحته الفلانيه، ونفس اللحظه الليدرز هناك بيكون از تيم ممبر في الحته الفلانيه. وغير كده باقي الايام في تيم عندك، يعني انت بتكون فور اني يعني سيرفيس انت عاوزها، تلقى الناس كلها في زي ما ذكرنا احنا في المنصه دي، زي ما ذكرت الدكتور ياسين حسني، من الصغير للكبير، وكلنا هدفنا السودان. واشكر لك دكتوره. الله الله يديك العافيه يا احمد. قبل شو قبل انا كتبت في الصفحه بتاعتي في الفيسبوك حاجه عن نقل المعرفه. فواحده من مشاكلنا نحن في السودان يعني اللي هي الناس بيقول لك هجره العقول. طبعا هي هجره العقول دي مشكله مش بتأرق السودان بس، بتأرق اي بتأرق جوجل. يعني جوجل الشركه المعروفه يعني عندها نظام بتاع شركات في الدنيا لسه ما يعني مريح الموظفين بتاعنا بصوره ما عاديه.
فعندهم مشكله بتاعت هجره عقول برضو، فانت ما بتمنع العقول ما تهاجر، يعني دي حاجه ما بتقدر، لكن انت كيف تستفيد من العقول دي قبل ما تهاجر، تمام؟ يعني احنا عندنا ما الانسان ده في النهايه عنده ليميت معين، يعني عنده تقاعد، عنده مثلا بيسافر، عنده ينقل الكارير بتاعته من حته لحته. طيب انت عشان تستفيد من المعرفه بتاعته دي، انت لازم تنقلها لناس تانيين، اللي هي تنقلها بالتدريب، تنقلها بالدوكيومنتيشن زي ما قلت يا احمد. فدي حاجه مهمه جدا، عشان كده نحن في كل الايفنتس بتاعتنا في المبادره عندنا القناه بتاعتنا بتاعت اليوتيوب، وعندنا عندنا الفيسبوك، وسع الشباب شغالين في بودكاست. فالحاجات دي كلها يا جماعه شنو؟ عشان المعرفه بتاعت ناس دكتور اماني وناس دكتور انور وبروفيسور علام وبروفيسور الصادق، الحاجات دي ما تضيع ساكت، عشان تكون يعني قادر للاجيال، يعني بعد مثلا 10 سنه نحن مثلا ما موجودين في المبادره لاي سبب من المكان، يجوا شباب ثانيين يقولوا الحاجات دي جاهزه بدل انه يتعبوا ثاني يبنوا عليها بس يعني. فدي واحده من نقل المعرفه. وشكرا جزيلا لك يا ابو حميد على المداخله السره. حيدر انت رافع يدك والله من قبل. والله انا رافع يدي لانه خزنتني الشبكه يعني. اتفضل اتفضل. طيب واصل الشبكه وكذا اعتذر جدا يعني. كان اخر نقطه كنت بتكلم عنها اللي هو المركز تقريبا، انت سالتني فاقدر اجاوب لك ان شاء الله. اتفضل. المركز طبعا هو الفكره بس نبعت من انه نحن نشتغل بروجكت حقيقي يعني، خاصة الناس اللي بيكونوا عندهم علاقة بالسوفت وير وعندهم علاقة بمجال الاي تي والكمبيوتر ساينس عموما. فكثير من الطلاب او الباحثين او الناس اللي في المجال يعني بيكونوا هم يعني بس اهتمامهم بالجانب الاكاديمي اكثر من الجانب العملي. معروف انه العلوم التطبيقية زي الكمبيوتر ساينس التقييم في العمل، تقييم في الحياه العمليه كلها بتحتاج لسكيلز مور ذان يعني اكاديميك كواليفيكيشن، الشهاده بقت ما مرغوبه، وده واحد من الاسباب اللي خلتنا انه نحن نفكر في انشاء المركز. المركز معني بالمشاريع الحقيقيه الفعليه فقط، تدريب واشراف وتاهيل بالنسبه للمبرمجين وبالنسبه للمصممين فقط. يعني شغلكم كله بس في البرمجه والتصميم؟ ايوه بس تخصصية. تمام جدا، ما شاء الله شافك انت يعني. طبعا هو اجمل يعني، الواحد لو دار يبدع في حاجه لازم يحبها. ف ما شاء الله باشمهندس حيدر بيحب البرمجه جدا يعني. فانا طبعا انا درست طبعا، بديت البكالوريوس بتاعي كان هندسه كمبيوتر، فاكثر حاجه بتأرغني كانت البرمجه يعني. فلما نشوف السكرين شوتس بتاعتك وكده، ف بتمنى الزمن يرجع لي ورا واكون اعرف زول زيك عشان يقدر يدربني بصوره جميله. يديك العافيه شبابك يا اخي، نحن حسي حاليا ما فاتش. الله يديك العافيه، حسي اشتعل راسي شيبه والمشاغل دي، لكن نجيب لك اولادنا يعني. لا انت ذاتك حبابك يا اخي. يديك العافيه يا شباب، المشاركه مفتوحه لاي زول يعني عنده تعقيد، عنده حاجه ده مداخله يعني، مرحب بيهم يعني. محمد عيسى رافع يده. محمد عيسى تفضل. شكرا يا احمد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله. كيف حالك يا دكتور ياسين وباشمهندس حيدر واستاذ احمد؟ انا جاي اتكلم عن تجربه بتاع الطالب يعني من 2018 لحد الان، طالب بكالوريوس، والفائده اللي انا لقيتها من السودانيين السياسي عموما، وبفتكر انه دي افضل اضافه يعني حصلت لي في حياتي كلها، وانا اصلا في عمر 22 سنه. فما عارف ابدا لكم من وين، لكن كل المحل ممكن ابدا منه هو بدايه 2018. انا تعرفت على الباحثين السودانيين من خلال ايفنت كان في قاعه الصداقه، كان جايبين به ناس اكاديميه هاي كلاس للطيران تقريبا. فبدت المعرفه والاحتكاك بالمجتمع العلمي ده، وانا كنت في السنه الثالثه اللي هي في البكالوريوس. فلقيت انه يا اخي في 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 كل الريسورس اللي ممكن انت تلقاها عشان ما تحدد الكارير بتاعك، عشان ما تفهم الفيلد بتاعك، عشان ما تحدد انه ماشي انت اتجاه. فبدأت اخش في كل الفرعيات، منها الانجليش سكولر شيب، وعندك مجموعه الفرعيات الثانيه.
نعم فدكتور وفي ظاهر عليه هنا ما شاء الله، وربنا يديك الصحة والعافية إن شاء الله. ومن خلال السيمينار اللي كان مقدم من باشمهندس زينب برعاية دكتور وفي، فكانت دي الانطلاقة بتاعتي للورقة العلمية وأنا لسه طالب. فحاولت إنه أشوف موضوع الأوراق العلمية وأقرأ عنها وأشوف الناس اللي بتنشر، وما شاء الله كل يومين ثلاثة في المجموعة بيكون في زول منزل الميثودولوجي اللي اتبعه عشان ما ينشر ورقة علمية. كل الديفيكال ميثود اللي لقته، كل الحياة اللي لقته. فده كان دليل، وكان يعني كانت داتابيس موجودة وجاهزة في الموقع، ما عليك إلا أنت تتبعها وتمشي عليها. فأنا بدأت إنه أنشر ورقة علمية وأنا في السنة الرابعة علي 2019، لكن بس شوية كده كانت حصلت نكسة، لأنه هنا في السودان يعني غياب الاستشارة. يعني اللي انت لما تكون قاعد وعايز تنشر ورقة علمية في صعب لك الحكاية يا أخي، انت لسه طالب وموضوع انه يقبلوا الورقة العلمية وكده. فرجعت للجروب لقيت واحد من الطلاب تقريبا طالبك انت يا دكتور ياسين، قبل فترة خريج آداب كان نشر ورقة علمية في مجلة أمريكية، ما عارف محمد اسمه بله. نعم يعني اسمه منه، محمد بله، محمد بلة. محمد بله ذو فشوف انه مغامرة يا اخي اذا كان ايوه اتفضل. اتفضل واصل يا حمد. فانا لاحظت انه يا اخي ما في حاجه صعبه، فكل الريسورس موجوده في الباحثين السودانيين، كل الناس اللي ممكن يساعدوك موجودين في الباحثين السودانيين. يعني اي حاجه موجوده، بس داير منك انك تعمل مانجمنت للتايم وتكون يعني بس متشجع شويه وتبطل كسل. فلقيت انه الباحثين السودانيين يا اخي هي عباره عن مش اقول ملجا مصغر، لكن هي اللي بتحتويك في كل الجانب الاكاديمي. نعم والليله انا فرحت بالخبر بتاع الشباب بتاع الروبوت بتاع المواقف، قدر انه يقلل الاحتكاك ما بين الكادر الطبي ما بين المرضى عن طريق الروبوت اللي حاليا شاركوا الليله. فدي حاجات يعني انت ما بتلقاها الا في الباحثين السودانيين، كون انت تلقى البروفيسور من اعلى بروفيسور لحد دي، ما عايز اقول ادنى زول، لكن لحد دي يعني ممكن ناس تكون في الشهاده السودانيه ده. نعم فبيئه محفزه، بيئه داعمه، بيئه وغيرها. فانا النصيحه، انا الاقتراح اللي انا عايز اقدمه الليله، انه يا اخي على مستوى الجامعات الطلبه بتاعنا الجامعات البكالوريوس بالذات، الباحثين السودانيين ما معروفه بالصوره الفعاله. يعني ما معروف انه يعني شنو باحثين سودانيين، يعني شنو مجتمع علمي اكاديمي موجود في كل الاستشارات، في كل الحياه دي. فالحياه دي يا ريت لو مع السنه ال 12 ان شاء الله الناس تركز فيها شويه، ونحن جزء زي ما قال احمد داود، كلنا جزء وكلنا رسل للباحثين السودانيين. لكن بتمنى انه يتم التركيز على طلبه البكالوريوس عن تمام، طريق الورش الايفنت وغيره. يديك شكرا العافية. لكم يا طبعا نحن انا بضم صوتي لمحمد عيسى، وانت محمد جزء لا يتجزأ وجزء اصيل، يعني اي واحد فيهم، يعني مع اي زول من ال 600 الف وحاجة عضو، دي جزء اصيل من المبادرة، يعني وانت السفير وكلكم سفر، يعني يعني بلغ عن المبادره في الحته اللي انت شغال فيها في الجامعه في اي حته يعني. وذكرتني حاجه جميله، محمد والله طبعا انا ما درسته بقدر ما يعني ساعدته في انه كيف يعمل البحث بتاعه. يعني محمد ما شاء الله من الطلبه اللحوحين جدا، وانا بحب الطالب اللحوح، يعني الطالب اللي بيجي انه داير يحاول يفهم ويمشي ويجي وداير يفهم وعايز يعني بطريقه مهذبه جدا يعني. فمحمد شغوف جدا للعلم، فوريته انه الهندس انه كيف يبدا البحث بتاعه والحاجات اللي في السوق المطلوبه، يعني في سوق البحوث وكده. فعمل بحث جميل جدا اللي هي الاقتصاد المبني على المعرفه. لحد الان احنا في السودان الاقتصاد بتاعنا اقتصاد تقليدي، ده ان كان في اقتصاد فتقليدي جدا جدا. فقلت له تكتب عن الاقتصاد المبني على المعرفه، لانه الدول حتى دول زي السعوديه طبعا من اكبر الدول المصدره للبترول. الان السعوديه انتقلت من الاعتماد على البترول ومشت على الاقتصاد المبني على المعرفه. تمام، فمحمد ده كتب البحث بتاعه بتاع البكالوريوس في الاقتصاد اللي هي الشركات الصغيره وتاثيرها على الاقتصاد المبني على المعرفه. عشان كده البحث بتاعه
انتشر ونشرته له مجلة أمريكية. فيديك العافية يا محمد، شكرا لك كثيرا على المداخلة الجميلة في إناء بشرى. المايك بعد بس قول له افتح يا إناء، افتح المايك وتفضل. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. طبعا يا دوب أنا الإيفنت شغالة امتحانات وكده، يا دوب شفت اللايف ودخلتها، مع إنه جيت متأخرة لكن حبيت أشارك. بالنسبة للجروب، كان اتعرفت عليه أو عرفته بالصدفة قبل كم سنة، واستفدت منه استفادة كثيرة، خصوصا من ناحية معرفة أشخاص في تخصصي. أنا طالبة بتاعت هندسة مدنية المستوى الثالث جامعة السودان. بالنسبة للجروب، الفكرة بتاعته حلوة شديد، يعني من أكثر الجروبات، يعني أغلب يومي بكون بقضي فيها وبشوف بتابع أول بأول. طيب، بس حابة أضيف أو عندي اقتراح بسيط للجروب. معلش الميوت قفل. ايوه طيب، بالنسبة لي زي ما قال محمد عيسى، الطلبة بتاعنا البكالوريوس. طيب أنا في الفترة يعني الحالية بعد ما دخلت تحديدا جروب الباحثين، يعني لقيت عندي شغفي إنه مثلا إنه أبحث أو أعمل زي ما قال الأوراق العلمية يعني للطالب بتاع البكالوريوس قبل ما يتخرج أو كده. فبقيت ساعية للموضوع ده شديد، يعني حتى إنه الورقة العلمية بتاعت إن شاء الله داير أعملها معي، إذا يعني عن مشروع أو حاجة معينة، بالإضافة لإنه في أغلب المشاريع يعني حاليا في يعني اللي بتتقبل في المجلات الأمريكية العلمية، دايما يعني بتهتم بالاس دي جيز. ايوه اي بالنسبة يعني عموما كده في الجامعات، أغلب الطلبة يعني ما عارفين مشاكل التنمية المستدامة أو ما مركزين عليها، يعني أغلب المشاريع بتاعتهم اللي بيعملوها وكده، فبتكون بس مبنية على حاجة أو مستنسخة من مشاريع قديمة ليهم. فبالإضافة لإنه يعني ما في تركيز على الـ SDGs، اللي هي مشكلة، المشاكل اللي في كل العالم مشتركة فيها. فبس حابة يعني اسم شنو يكون في تواصل. كان في اقتراح، كان لقيت دكتورة سارة تبع معهد جوتا، كان في اقتراح، كان في مجموعة من المهندسين أو كده بيكونوا في ألمانيا. فالفكرة الحابة اقترحها إنه مثلا من فترة لفترة، يعني حتى لو في مشاريع مثلا أو مشاكل تتعرض في الجروب، بحيث إنه يعني يخلوا الناس تتنافس مثلا على مشروع معين. مثلا قبل كم يوم في طالب من جامعتي كان في مشروع، يعني ربط التخصص بتاعه بالاس دي جيز دي. نعم تمام. طيب يلا، فبس زي ما قلت لك أغلب الناس يعني المشاريع يعني ما خصوصا في السودان، يعني حتى كان قبل كم يوم، قبل كم أسبوع، كان في مسابقة عالمية في الجامعات، الهولت برايس، ما عارفة لو عارفين عنها أو لا. طيب الهولت برايس برضو كانت مركزة على الـ SDGs دي، فكان من ضمنها
يعني حتى كان قدمنا لمشروع، كنا جروب. يعني المشروع، يعني أنا كطالبة ما عندي خلفية عن ال اسمه شنو، هي كانت فكرة مبسطة، لكن لما جينا قسنا على مستوى السودان فكان ممكن تحل، يعني تحل مشكلة كبيرة شديد في السودان من ناحية اقتصاد، من ناحية أي شيء. نعم. بس الفكرة كانت بتاعتنا إنه ما عندنا الفيدباك لمثلا للتقسيمات بتاعتها أو كده. فبرضو يعني لو في المجموعة ذاتها، يعني لو مثلا لو نوعية من الناس عندهم مشروع أو اسمه شنو، تتعارض المشاريع بتاعتهم يعني لو في، أنا ما عارفة في المجموعة دي في كادر مسؤول من الحاجة دي أو لا، لكن يكون مسؤول مثلا من المشاريع مثلا تتعرض عليهم يختاروا مثلا يعني يدوا عليهم تقييم، أو يعني يوروهم كفيدباك إنهم يعملوا شنو كده. فبس دي الفكرة اللي حابة أوصلها، بالإضافة لإنه مجهودكم يعني ما شاء الله جبار وكتر خيركم شديد. الله يعطيك العافية، شكرا شكرا شكرا. جزيلا على المداخلة. وعندنا بمناسبة قبل ما أجاوبك على سؤالك الأخير أو اقتراحك الأخير، عندنا إن شاء الله حنستضيف يوم الخميس، يوم 31 إن شاء الله الخميس بعد بكرة، دكتور عامر دين ده يتخرج من جامعة السودان سنة 2009، وعنده ما شاء الله عنده 2 دكتوراه، دكتوراه في الهندسة الميكانيكية من جامعة إشبيلية في إسبانيا، وعنده دكتوراه في الهندسة المدنية من جامعة في ألمانيا. فإن شاء الله دكتور عامر ده هيكون معانا في 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 يعني ونس على دروب النجاح على ساعتين إن شاء الله. وعنده برضه هو عنده مبادرات زي دي، يعني عنده عامل له كم مشروع كده. فممكن يا إيناب يوم الخميس لو حضرتي الجلسة دي هتستفيدي منها كثير، وحيجاوبك على التساؤل بتاعك اللي هو السؤال الثاني، إنه ليه نحن ما نكون جروب بتاع مثلا مهندسين يكون في مشاريع هندسية، والمشاريع دي ألاين مع الـ SDGs. فدي حاجة ممتازة جدا جدا، لأنه يعني السودان لحد الآن حتى ما عنده ديتا ذاتها عشان يعرفوا انه الاس دي جيز بتاعته وصلت وين وكده. وده طبعا ده الشغل بتاع علماء زي بروفيسور علام والجماعه دي، هم بيشتغلوا في التنميه المستدامه يعني. فشكرا لك كثير، يعني مداخلتك قيمه جدا، واتمنى لك التوفيق، ونشوفك يوم الخميس ان شاء الله عشان تاخذي معلومات اكثر من الدكتور عامر دين. طارق اتفضل. معليش انا قبل طارق، بس طبعا ما بدي خاصه ترفع اليد كده، ما قادر. بس هي تعليق بسيط جدا، يعني انا سعيد، يعني سعاده ما قدر سعاده، لانه انا كنت، انا شخصيا كنت طالب الاس دي جي اصلا ما كنت بعرفها صراحه. فالمجهود يعني بتاع الباحثين السودانيين بتحس بانه التغيير ذاته في ساينس بتكتسبه اكثر من اللي بتديك لها الجامعه ذاته، يعني الاس دي جي والتفاصيل دي. فبجد انا سعيد، يعني سعاده يعني ما بعد سعاده يعني، بس ده يعبر عن السعاده الكبيره دي. الله يديك العافية يا أخي، شكرا يا أحمد، يا تسلم. تفضل يا طارق. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا دكتور ياسين؟ الله يديك العافية. كيف أخبارك؟ من كاردف نحييك. الله يديك العافية يا طارق يا أخي، تسلم، مرحبا. كيف أخبارك؟ إن شاء الله طيب يا أخي. كاردف وويلز يا أخي، يديكم العافية يا أخي. الله يعافيك، زمن طويل يا دكتور، كيف أخبارك؟ الله يسلمك يا أخي، بارك الله فيك، فرصة سعيدة يا أخي. كيف أمورك؟ إن شاء الله طيبين، الله يعافيك. والله يا اخي ربنا يسعد دائما، يعني اخونا احمد ان شاء الله دائما سعيد، كل الشباب الموجودين سعداء بهذه الوجوه النيره، يعني لا نسنيكم على الله، يعني نسال الله انه كل عملكم ومجهودكم يكون يعني في ميزان حسناتكم، وان شاء الله زي ما بيقولوا يعني اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث بعد عمر طويل ان شاء الله. فان شاء الله من الاعمال الثلاث اللي هو علم ينتفع به، فان شاء الله كل الحاجات اللي انتم بتعملوها دي يعني تنفع الناس وتكون لقدام في صالح البشرية، وربنا يديكم بها كمان درجات رياض إن شاء الله يا دكتور ياسين. وفي البداية يعني نشكر كل الجروب بتاع الباحثين والمنشئ الجروب، أنا ما أعرف بالضبط لكن ألا ما أتخيل إنه دكتور أنور
نعم دكتور له أنور، التحية من هنا وكل الأخوان وكل التيم القائم على هذه الصفحة يعني. نعم فالحمد لله يعني البحوث، ونحن بنتكلم عن البحوث، السودان محتاج لأنه البحوث يعني زي ما بقول لك أي حتى المرض لو ما حصل له تشخيص ما بتقدر تعرف تعالجه. فبالضبط يعني نحن الاسم بتاع البحوث اللي هو الصفحة دي، فالسودان محتاج لبحوث في أي يعني قسم، سواء في الزراعة سواء في الطب سواء في الهندسة سواء في التعليم سواء سواء سواء. يعني انت لما تعمل بحث على حاجة لازم انت تصل لمشكلة وتقدر تشوف حلولها وين وتعالجها على ضوء البحوث دي. انت بتطلع بنتائج، النتائج دي لما تنفذ النتائج دي بتقدر تمشي بحاجة يعني علمية اكتر، وبتكون مش قصة انه والله لا قصة بالتجربة او بالخبرة. نعم المعرفة بتتنقل انه عن المعرفة، المعرفة انه هي بتتنقل من شخص لشخص سواء بالدراسة سواء بالمعرفة سواء بالتجربة او سواء بالاخبار. يعني احنا المعرفة دي دايرين تكون عن طريق البحوث، وانتوا يعني ما شاء الله يعني الجروب ده فيها كبير يعني وساعد كثير من الناس وان شاء الله هيساعد لقدام. لكن انا بوضعي يعني بالشخص الضعيف يعني انا هسه بتكلم لك عن تجربتي في السودان. لو كنت شغال في شركه دال، مجموعه دال اللي هو طبعا كان قسم كامل اللي هو فيها ماركتنج ريسيرش بزنس ديفلوبمنت، اللي هو بتشوف انت هسه دال مجموعه دال متطوره في السودان. دال ما بتعمل مشروع ما لم تعمل له دراسه جدوى او دراسه بحوث تسويقيه، بحوث شغل بدات بحوث تسويقيه سواء للمنتج الموجود هم لو عاوزين يطوروه لازم يعملوا زي ما هنا بتكون عندك اللي هي الكاستمر سيرفيس، بيشوفوا مع السيرفيس اللي هو انه الريفيو بتاعت الكاستمرز نعم. انه هبي ما هبي انه بعد ذاك على ضوء بيشوفوا المشكله وين ويشوفوا المعضله وين بتاعتهم ويشيلوها ويستخلصوها يستخلصوها من الحاجه دي ويعملوا ديفلوب لنفسهم. فالسودان محتاج في البدايه لشغل بتاع دراسات، ما قصة إنه والله لا والله نحن المعالجة بتاعت إنه والله النظام البائد إنه طلع خلاص نحن لا نحن بكرة حنطلع القروش. صعبة جدا في الوقت الراهن والله يا ياسين، وإن شاء الله ربنا يصلح البلد يعني. فغلبا والله يعني غلبا وغالبا مع البلد هناك وربنا يصلح الحال. فنحن أو أنتم أو الأخوة الموجودين في الجروب ده كلهم يعني ممكن يرسل رسالة يعني أنت بضوءك سواء مجال تغني مجال طبي مجال زراعي مجالك انت دائما بحاول شوف القصه عن طريق البحوث وشوف النتائج بتاعتك على ضوء تقدر تشوف المعضله وين ده حاليا. نعم فالسودان محتاج لانه نهضه في الزراعه هي المصدر الاول لانه مثلا الاقتصاد بتاعنا يتعافى. لانه لو قلنا نحن كدوله يعني زي ما بقول لك في مثل زمان الواحد في الشماليه دي لو زرعت زول بيقوم يعني يعني للمبالغه يعني البلد كلها بخير وعندنا نيل وعندنا مياه جوفيه وعندنا وغيره وغيره وغيره. ولا هسه السودان هسه هنا نحن في البلد دي بنشوف المنتج جاي مغلف جاي من مصر، اقرب حاجه الاستروبري دي او الفراوله بتيجي من مصر. ليه نحن عندنا زي ما بقول لك في السودان عندنا يعني هكتارات من الاراضي الفارغه والاراضي الخصبه يعني ما قصه انه ما خصبه. وغير كده القصه بتاعت الزراعه وانه يقول لك الطاقه، انت الطاقه احنا ممكن نكون عندنا الطاقه الشمسيه عندنا السودان يعني بيتمتع بمساحات كبيره والشمس كل على طول السنه يعني. فدي من المشاريع انه يعني الناس ممكن يعاينوا لها وينظروا لها ويعني الناس يتطوروا بقدر الامكان يبحثوا في الحاجه دي. فحبيت اشارك لانه الزمن طويل ما شفناك يا دكتور ياسين، وان شاء الله يا اخي ديما كده. وتحياتنا لكل الجروب على رأسهم يعني أنت والدكتور أنور وكل البروفات اللي سبقونا ونحضر منها في اللايفات. وجزاك الله خير، كان عندك كورسات استفادوا كثير وشايف في شباب يعني بتوفقوا وأنا ما توفقت إنه أكون معك لأنه كان توقيتك بيختلف في رمضان وأنت في جدة والزمر ذاك يعني هسه حاليا تقريبا في أنت رجعت بريطانيا صح؟ أنا في نعم في برايتون. نعم أيوه في برايتون، رجعت ثاني برايتون كويس. أيوه أنا أضرب منك الفسيخ جدا، مرحبا بك والله في اي وقت. وسجوك يديك العافيه دكتور ياسين، تحيه لكل الجروب الموجود ويا اخي ان شاء الله يا اخي ديما وربنا يجعل لكم في ميزان حسنات وبالتوفيق ان شاء الله يا رب وكمان وكمان ان شاء الله. سعيد جدا سعيد جدا يا طارق يا اخي، كثر خيرك طارق من كارديف ويلز.
يديك العافية، تسلم. تسلم كثير، وبلغ يعني تحيانا، وبلغ ناس كاردب عن دور مبادرة الباحثين. وقبل كده في دكتور وهب الله طبعا برضو عضو من اعضاء أكيد أكيد. المبادرة، وحضر معانا الكورس بتاع البي ام بي، وما شاء الله يعني عندكم يعني جالية سودانية ممتازة جدا يعني في كاردب. والله يا اخو السوداني، طبعا السوداني طبعا احنا بنعتبر انه كل منطقه، يعني انت لما تيجي منطقه بتشوف انه الاكبر منك انا بعتبره ده بيتنا الكبير، يعني لا كل ما بالضبط. تقول يعني بتلقى الاصغر منك بيعتبره اخوك الصغير بقدرك، اخوك الاكبر منك اخوك الاكبر، الكبير شديد بيحطه في مقام العم والوالد، يعني ده باعتباره بيتنا. يعني واحد من انتقل من هناك هاجر من يعني من بلده، ف يعني بيقول لك العزاء انه الناس اللي حواليك الكوميونتي اللي حواليك، يعني ربنا يديم الولف يعني ان شاء الله، والناس دائما السودانيين مسلمين، وان شاء الله نحن كمان كل العقول اللي هاجرت دي ترجع للسودان وتقدر تستثمر في السودان وترجع السودان لقمته ووجوده في العالم. يعني اقلها انه نحن يعني انا هسه بقول لك شركات كبيره جدا انت تعرف على اراناسا ادلو تسكو وغيره وغيره، واسامي الشركات الموجوده هنا كل الفكتبل اللي بتيجي من برا وتيجي كلها ما اورجانيك، يعني السودان ممكن تصنع فيه اورجانيك وتعمل شغل بتاع باكن حاجه كده. والان فتحت الخطوط، وانه السودان كان بان من انه دوله ارهابيه وكده، بس الحمد لله البان يعني ازال او لا 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 لا. فممكن هذه ممكن الناس يجيبوا من هناك لو في مستثمرين يعملوا زراعه يجيبوا حاجات اورجانيك، وانت عارف هنا الطيران كله بياخد كله 7 ساعات يعني ولا كده. فالموضوع لانه بيشوف المنتجات المصريه هنا موجوده، يعني واي نوت السودان، يعني مع انه السودان مصر بيشوف انه بيقول لك في المياه الصرف الصحي وغيره وغيره ومشاكل كثيره، لدرجه انه انا مرات لما نيجي اشتري حاجه بقوم شويه باخد ستيب باك، يعني برجع خطوه يعني بما ان كان منتج مصري. فربنا يسهل حاله ان شاء الله، نحن نشوف ونفرح بمنتجاتنا هنا في البلد ومنافسه المنتجات الداخليه هنا الاوروبيه ان شاء الله يا رب. ومن ضوء اكل باب السماء زي ما بيقولوا اخواننا المصريين، ان شاء الله يا رب يصلح حال البلد ان شاء الله. وانا اشتغل لانه بس انا شويه في شغل، وبحاول انه انا اليف ذا ميتنج ان شاء الله ونكون على تواصل ان شاء الله. انا بس مشكلتي عندي مشكله الايميل بتاعي في الفيسبوك قديم يعني، فما قادر كونكت له، وقبل كم مره كده حاولت انه لما اخش معاه في الجروب كويس. خلاص رسل لي قبل ما تمشي، رسل لي تليفونك في الشات وانا ان شاء الله حيتواصل معك باذن الله. اوكي ان شاء الله ان شاء الله. تحياتنا لكل الجميع ان شاء الله، وكل عام بخير، وربنا يديم الولف ان شاء الله والود، والناس كل الموجودين يستفيدوا من الصفحه دي، وان شاء الله ربنا يجعلكم في مزح حذاكم يا دكتور ياسين ودكتور انور، وكل التحيه وكل الود لكل الموجود. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله. شكرا 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 جزيلا يا محمد يا طارق، يديك العافيه. احمد تخش. ايوه معاك. ايوه انا ما لانك انت ما عندك، انت لو عايز تتكلم خش طوالي لانك ما عندك خاصيه ترفع علينا. ايوه فعلا. فصراحه يعني في سعاده كبيره جدا ان احنا حسي بنتكلم جروب زي ما انت ذكرت، رابط مش السوداني بكل الفئات العمريه، السودانيين جد يعني. بس نقطه بسيطه اللي اسمه شنو ذكرت مش مهندسه عناب تقريبا انا ما اعتقد اسمها، فان في مبادره اصلا الان شغالين الان باديه بديناها قبل 2 ويكس تقريبا ولورا، هي مبادره تقييم البحث العلمي في السودان ل 2020 ل 2020. دي اول يعني نتعامل تقرير كامل ان شاء الله في تيم بغير الدكتور سلمى، هيكون او ان شاء الله انا عضو من الممبرز فيه، هنعمل فيه زي ما بيقولوا تحليل الوضع. ايناس معلش مكتوب عناب تقريبا، لكن ايناس مهندس ايناس. فيلا التيم ده مهمته الاساسيه يعمل زي ما بيقولوا الوضع الان للبحث العلمي في السودان. تمام. بعد نعرف الوضع الان في السودان حيتم بعدين توصيات للحلول. طبعا زي ما ذكر نقطه جميله جدا ذكرها باشمهندس طارق، احنا دايرين حلول ساينتفك، ما دايرين حلول من خبرتنا. ما داير اقعد انا احمد اقول والله يا اخي انا شايف مشكلتنا التمويل، يجي محمد يقول والله شايف مشكلتنا الاداره، يجي ذاك يقول والله مشكلتنا الحكومه. لا احنا داير نتكلم كلام زي ما بيقولوا من الخبره بتاعت الشخصيه، الكلام يطلع من حاجه ساينتفك، يطلع من استبيانات، يطلع من رؤيه حقيقيه، يطلع من الاوتبوت الحقيقي في ارض الواقع. احتمال نلقى المشكله بتاعتنا ما من المشاكل، احتمال المشكله فقط احنا ما منظمين. يعني ممكن تلقى مشكله بس عدم تنظيم، يعني ممكن تكون ما محتاجه تمويل، ما محتاجه ممكن يعني اقول ممكن يعني. فالله احنا حتى الان
نتكلم ان شاء الله الريبورت ده وقت يطلع ان شاء الله الان يعني تحت الدراسه، وبنتمنى يعني الناس ذاتها هي تساعدنا في الريبورت، فبنحاول يعني قدر الامكان نشوف كل الجهات البحثيه في السودان اللي تم في 2020 حصل شنو التغييرات اللي حصلت، زي ما بيقولوا العالم كله يعني بيفور كورونا وافتر كورونا يعني في تشينج حصل كبير شديد، يعني مش السودان العالم كله تغير، حتى رؤيه التوظيف بعد ترامب وقع العقد بتاع في اتفاقيه اجريمنت انا ما عارف في التفاصيل بتاعتها، بس بعرف انه لغى الشروط التعيين او التعاقد مع بالشهادات الجامعيه بقابل سكيلز من بعد زي ما بيقولوا دي يعني مصيبه حلت على اهل الشهادات وجاءت بركه على الناس اللي عندهم سكيلز وعندهم بروفيشنال سكيلز ما عندهم سيرتيفيكيت، فزي ما بيقولوا انا ما قصدي السيرتيفيكيت المتخصصه زي البي ام بي والحاجات دي شهادات تخصصيه، انا بتكلم عن سيرتيفيكيت الجامعيه ياهل الاستركشر، انه ما عاد مرات الشهاده الجامعيه ما بتدل على المقدره للشخص يعني شايله حامله، يعني ما انجينيرنج از انجينيرنج وسو اون في كل الفيلد، فاحنا الان في تغييرات حاصله على مستوى السودان مستوى الدول العربيه على مستوى العالم بمناسبه الدول العربيه دول الخليج، زمان كان انت سوداني تشتغل تمشي تسافر تشتغل، حس الان انت سوداني تواجه صعوبه تماما في الشغل صراحه، لانه الناس اللي مشوا عندهم روتين واحد، وحتى في بعض الاخوه احنا كانوا ذكروا لنا من المشاكل في التعليم، انا من جانب التعليم يعني انا استاذ جامعي بس اتكلم من الجانب ده، في بعض الاساتذه يعني بيتكلموا معانا قالوا لنا بعض الجامعات اللي بتقول لنا انت طالقت الطريقه بتاعت تدريسكم وحدي يعني ما في تجديد، التعليم التلقيني ده لين انتهى، فده بيقولوا له يعني انا طبعا الوقت يقولوا لي شخص معين انا انا شايفهم بيقولوا انتوا، فالحاجه دي المفروض احنا زي ما بيقولوا نقعد في الواطه دي ونعرف مشاكلنا شنو، وان شاء الله تكون كورونا بدايه للتغيير لنا صراحه وتغيير للعالم، ونتمنى نصعد الى نتكلم كلام ثاني ساينتفك وما بداعي نتكلم باراء شخصيه، ولا عاوزين نشوف المشكلة بتاعت الشخصية هي ما مشكلة الجميع، وزي ما بقولنا أصل الماركتين الحياة في حلتك ما بتش... ما في طبعاً نتكلم بالسودان الدارجي الحياة في حلتك ما بيشتروها ما معناتها في حياة في العالم ما بيشتروها، فشكرا لك على الكلام. في محمد عيسى دكتور ياسين عامل ميوت بس انا عايز اتكلم تفضل تفضل ايوه تفضل عايز اتكلم في مساله الجبال ذكرتها الباشمهندسه ايناس مساله المسابقات التنافسيه، فانا عايز اعرف انه ليه مثلا الباحثين السودانيين ما بتتبنى مشاكل حقيقيه على ارض الواقع وبتطرح المشاكل دي في شكل بتاع مسابقات، فمثلا حسي نحن في منطقة الحاجوس في عندنا زحمة وانت داخل من كوبري المنشية مثلا او داخل من حلة كوكو، فدي مشكلة مثلا بتاع مهندسين مدنيين، في المشاكل زي دي ما ممكن تكون جزء من الشغل بتاع الطلاب على مستوى الجامعات او طلاب الماجستير، يعني مشاكل بتواجهنا فعلا مش حاجات نحن نفترض ولا بد انه تكون، لا مش الحياة دي، الحياة الواقعية اللي بتواجه المجتمع السوداني الان ممكن تتبنى في شكل مسابقات وعليها يتم اختيار فرق وغيره وتشكيل وما الى ذلك الشروط بتاعت المسابقات دي. نعم. فبالطريقه دي احنا ممكن نصل لحلول مقاس المشاكل بتاعتنا. نعم. ايوه ده كلام ده كلام جميل جدا جدا. طبعا وبعدين. في الفتره في ان شاء الله في الفتره الجايه نحن حننتقل من المرحله بتاعت المرحله الكميه للمرحله بتاعت الكيفيه، يعني احنا هننتقل للمرحله بتاعت الكواليتي. نحن سيدي يعني كان لما بدت المبادره في مشاريع كانت شغاله، لكن زي ما قالت قبل شويه دكتوره شاهيناز واتمنى ان تجينا ثاني، دكتوره شاهيناز قالت حاجه مهمه جدا جدا، قالت انه زمان احنا الغيود على السودان كانت اكثر، مش الغيود من برا يعني مثلا العقوبات الامريكيه وغيره، كان برضو العقوبات من الحكومة ذات الفاتت على شعبها، يعني في ناس ممنوعين من السفر، في ناس ممنوعين ما يدخلوا، في مواقع بتتقفل كويس، يعني فكان الشغل كان شوية كده كان ريسكي يعني ما زي السعودي.
فنحن سيدي الحمد لله رب العالمين لانه في ريستريكشن في على السودان وكذا، نحن بعد الشغل بيبدا ميداني. يعني هسه مثلا دكتور شاهيناز شارد عفشه من السعوديه ومشت قاعد في السودان، عملت شابتر لجوجل، يعني جوجل خلاص يتوطن، جوجل التعليمي توطن في السودان، بقى عنده فرع بتقوده دكتوره شاهيناز والتيم بتاعها. نحن في اداره المشاريع وبقياده دكتور ابو بكر سامي، ومن هنا انا بحييه، في الجمعيه السودانيه لاداره المشاريع دايرين برضو نعمل شابتر بتاع PMI في السودان، ان شاء الله حيكون في السودان، وشغالين في الاجراءات، والاجراءات ماشيه كويس جدا جدا. برضو ان شاء الله الامتحانات الاونلاين، انا قبل شويه ناس بيرسون اللي هم دول مسؤولين من الامتحانات الاونلاين عشان تكون في السودان، متواصل معاهم انه يا جماعه خلاص الريستريكشن اترفعت من السودان العقوبات، نحن بعد دايرين الامتحانات دي تكون في السودان، تمام؟ فلو لاحظت يا محمد عيسى انه نحن بعد بدينا في الشغل الميداني اللي انت بتقوله ده، لكن ده ما بيمنع انتم كشباب وناس قاعدين في السودان اي مبادره دايرين تعملوها، انتم بس تعالوا دون طرف الخيط ونحن نبقى لكم التيم بتاعكم. احمد عندك اضافه؟ والله هو اضافه بسيطه. في انا طبعا يعني بس يعني عاوز اذكر بس حقائق في السودان ريسيرش عموما. انا قلت يعني دائما السودان ريسيرش از نوت جهه ما عندها باور، يعني صراحه المشاكل دي زي ما قال دكتور حسي دكتور ياسين، لا يعني احنا ما بنقدر نرسل فريق ميداني او نقدر نعمل مسابقات او كذا، لان دي بعض المرات بيكون دايره جوانب اخرى، تمام؟ لكن انا يعني زي ما ذكر دكتور ياسين التبني الان زي ما ذكرنا احنا، والله حاسس ده في حاجات كثير زي يعني خلف الكواليس شغاله، يعني وبتمنى ان تكون جزء منها. يعني بالنسبه لاي يعني انت منطقه شايفه اريا بتاعت ريسيرش، تطالب تعرض نفسك تقول انا عاوز تيم، وتلقى نفسك بتلقى تيم تماما. ولكن احنا حاسس برضه دكتور انور ذكر لو كنت متابع معاه والله في البدايه، قال احنا عندنا حاسس اريا بتاعت ريسيرش اسمها علاقه الذكاء الاصطناعي مع كورونا، يعني الكورونا وعلاقته مع الذكاء الاصطناعي، ففتح اريا بتاعت بروبلم الان في الكيس ستدي في الواقع، وقال الناس تيجي تبحث فيها وفيها يكون فيها ورك شوب وكذا. فالمتجهين لاتجاه تام على الحياه دي الحمد لله، يعني في اتجاه انه يكون في كيس ستدي معينه الناس تفتح فيها وكذا. بالنسبه لناحيه مسابقات انا والله ما عارف، يعني باشمهندس محمد عيسى زائد باشمهندس ايناس، المسابقات دي فكره جميله جدا، هي ممكن تكون يعني صراحه بتطلع الابداع من الناس، فوالله الفكره عجباني شديد، انا صراحه مؤيد لها تماما، لدرجه انه انا ذات عجبتني الفكره شديد، لانه بتطلع الابداع الداخلي في التنافس اصلا عموما، ويكون في اليات طبعا اخرى للتنافس والهناي. فوالله يعني بجد شكرا لك يا باشمهندس محمد عيسى وباشمهندس ايناس، وان شاء الله نقدر يعني نشوف كيس استضي واقعيه، وعلى الاقل نفتح كيس استضي لدروس الماجستير، دراسه الماجستير والدكتوراه، الناس تحاول قدر الامكان تقترح المشاكل والاليات والحلول وكذا، يكون فيها وجبه ان شاء الله. شكرا لك يا دكتور ياسين. ان شاء الله، شكرا جزيلا يا احمد. يا شباب لو في اي زول يا جماعه من الناس المعارف في الزوم مرحب بكم، يعني الجلسه دي مفتوحه لاي زول عنده كومنتس، عنده فيدباك، عنده اي حاجه دار يتكلم عن المبادره، عنده فكره دار يطرحها، مرحب بيه، يعني يرفع يده ويشارك. يعني برضه يا جماعه من الناس اللي في الفيسبوك المتابعين لنا لايف في الفيسبوك، شكرا لكم كثير، و يعني نزل الله انه يوفقنا جميعا، وفي النهايه نحن العمل ده مستمر بجهد الناس كلهم، يعني بجهد الجهد المغل ده وبالجماعه كلهم يعني، لكن الحمد لله انه في اشراقات جميله حصلت واشراقات متواصله. لو في اي زول يا جماعه عايز، نحن ان شاء الله حننتهي الساعه 12 بتوقيت الساعه 12 بتوقيت السودان ولا توقيت قطر يا احمد؟ السودان، توقيت السودان، يعني لسه فضل كم؟ فضل 3 ساعات ولا ساعتين؟ ساعتين، لسه فضل ساعتين. واسع شايف وافي؟ ايوه. وطبعا انا بقول لي يا احمد عيسى يعني ابشر، احنا طبعا حسي في تغييم، احنا بنقول ما في المبادره غير يعني ما وصلت المرحله يعني النضوج الكامل، فحسي كل الكلام اللي انت بتذكره ده صدقني حيكون الان اندر بروسيس، يعني ما حيكون فور ليتر، يعني هيكون هنا. فممكن نحاول في قدر الامكان، في لو فتحت لنا فرصه
خلال شهر يناير او فبراير في الفتره القادمه دي يعني الناس تحاول تعلن على المسابقات. ف فكره جميله جدا وتحاول نتبناها طوال ان شاء الله، وانتم تكونوا جزء اصلي منها وللتنظيم ولكل البروسيس اللي هيحصل فيها، لانه الحياه دي صراحه ما خلف الكواليس حياه كبيره شديده عليها. ف ان شاء الله تكونوا برضو جزء معانا في خلف الكواليس ان شاء الله يا استاذ احمد. وبس معلش انا استاذ باشمهندس وفي قبل ما يدوه الفرصه، فعايز يدوه فرصه بسؤال، يعني انه اتفضل مساله ايوه، بما انه هو بيشتغل في الموضوع كان بتاع الزراعه وموضوع الدرونز، ولا انا غلطان في الحته دي يا باشمهندس وفي؟ ايوه انا اتفضل يا دكتور باشمهندس وفي. هو تفضل محمد، الصوت قطع ولا لا؟ لا باشمهندس وافي تفضل. اه وافي اي وافي ده شكله عنده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سعيد معلش انا عندي مشكله الانترنت. وفي ده شكله هاي عنده مشكلة بتاعت انترنت لأنه بيحاول يخش و طيب معلش يا دكتور ياسين، الكلام اللي داير اقوله شنو؟ انه الحتة بتاعت الزراعة ده الريسيرش جاب ان احنا اشتغلنا عليه في المرحلة بتاعت البكالوريوس، فلقينا انه عندنا مشكلة، ما عايز اقول في التعليم السوداني او في الكيفية بتاعته، لكن مسألة انه يا اخي كله تخصص يعمل بحوث وبراهو. فدي انا شخصيا كطالب عندي فيها نظره واسعه جدا، يعني نحن لما جينا اشتغلنا البرودكت بتاعنا كان الاوتوماتيك ريجيشن والسمارت فارمنج، لقينا انه نحن محتاجين لمهندس بتاع زراعه، ومحتاجين لخريج بتاع علوم زراعيه، محتاجين لمهندس بتاع سوفت وير اللي هو ناس البروجرام ده. فالحته بتاعت انه المشاريع تتعامل بصوره منفرده، فده بيضيق الحلول، حتى الافكار ذاتها بيضيقها شديد. فنحن لما جينا اشتغلنا البرودكت بتاعنا كان عباره عن بيت محمي متكامل، كل فيه كل العوامل الزراعيه والمراحل بتاعتها، بس بدلنا بدل ما يكون في المزارع الموضوع بيتم اوتوماتيك عن طريق المشين وعن طريق الكنترول بتاعتنا. لكن لما جينا في الحته بتاعت الداتا ان احنا محتاجين لها، مثلا احنا في النباتات الطبيه والشغل بتاع الخضروات، فدارين نعرف انه الطماطم في السودان مثلا بيشتغل على درجه حراره كم، مثلا مختلف النباتات والخضروات في الحته دي، يعني ممكن تدعمل فرق بحثيه على مستوى البكالوريوس، نغير نظرتنا التقليديه وممكن الباحثين السودانيين يكون عندها يد في الموضوع ده، يعني لانه بجد احنا كطلاب بنضيق افكارنا على حسب المجال. معظم الناس، انا الكترونيك انجينيرنج، معظم الناس بتشتغل في الميديكال فيلد او بتشتغل في الشغل اللي هو اوريدي الناس شغالين فيها. فنحن يعني في الفتره الوجيزه اللي فاتت واجهتنا مشكله حقيقيه في انه كيف نلقى مهندس زراعه وكيف نلقى خريج بتاع علوم زراعيه عشان نتواصل معه عشان ما يدينا داتا حقيقيه نحن نقدر نحل مشكله حقيقيه. يديك العافيه يا احمد. ان شاء الله. تسلم. طيب انضم لنا يا جماعه قبل شويه الخبير هيثم الكاشف. هيثم طبعا احنا الليله معلش جبناك كده على ولا وش ما بقول، وعارفين انك مشغول وظروفك، ف نحن الليله طبعا سمح بس يا دكتور. نعم في سماح، بس كان رافع يده من قبلك وعشان ندي دكتور باشمهندس هيثم الفرصه كامله ندي سماحه سماح انا ما شايف سماحه اتفضلي لو نزلت. السلام عليكم. معلش أنا بس كان تعليقي تعقيب على كلام أحمد داود والمبادرة حقتهم مع دكتورة سلمى في بالنسبة للمحتوى العلمي، فهم تكلموا في السيشن اللي فاتت يعني كان عن الخطوات وكذا، كان عندي استفسار أنتوا عندكم إطار زمن للمبادرة حقتكم دي؟ لأنه أنا شايفة ما شاء الله حيكون في شغل تقيل حق داتا أناليسيس وميتا. والله الآن شغالة دكتورة أي. وما في إطار زمني، إحنا الآن شغالين في صراحة. أنا حقول كلمة هي حقيقية، في كذا جامعة بتجينا بقول لنا إحنا دايرينكم تساعدونا، بس أوكي تمام. إحنا أول ما نبدأ معهم شغل الواقعي بيكون صراحة إنهم يعني حركتهم بطيئة،
يعني تبدا بعد الاجراءات البروتوكولات وتبدا احنا المفروض يحصل، فبيقودونا لشنو؟ تعقيدات في تعقيدات اداريه. واحنا طبعا ناس ريسيرشر، يعني ما الجانب الاداري الكثير ده مو بنتكلم في الجانب الاداري الكثير ده، فبتحصل زي ما بقول تاخيرات، وفي اللحظه دي ما بيحصل اوتبوت حقيقي صراحه. لكن احنا بالنسبه لنا التايم فريم تايم ما شغالين الان في جروب في الواتساب ممكن تخش فيه، في اكتيفيتيز بتحصل اي، فانا حرسل لك رقمي ففي الواتس هنا اي سوري في الشات هنا، فانت ممكن ارسل لك الرابط في انا طبعا معلش داخل حته ثانيه، ما الرابط بتاع الواتساب ما عندي هنا، كنت ممكن ارسله للجميع كلهم. انا حرسل رقمي في الببليك، اي زول داري يخش ارسل له في الواتساب، انا برسل له الرابط بتاع الدخول للجروبات بتاعتنا. في جروب تعليم الكتروني، في اعداد مناهج، في اسبشنو الجوده، في برضه الجوده، في جروبات بتاعت الانجليزي، في جروبات عندنا يعني زي ما بيقولوا حياه كثير شديد، فبرسل لكم كل التفاصيل، ما في مشكله، هي مفتاحه فور اول. جميل ما شاء الله. اوكي والله يا كلام طيب شديد، وبرضه تعقيب على كلام دكتور ياسين في انه الفتره الجايه حتكون يعني مركز على الجوده اكثر من ال يعني تدو يعني فانا يعني بفكر في حاجات كثير هسي، فان شاء الله لما انضم لكم ممكن maybe we can do more brainstorming about الحاجة دي، لأنه فعلا ممكن تعلم نفسك ده هو أساس الإنتاج المعرفة، يعني حتعالجنا مشاكل كثيرة، وأثناء البروجكت حقكم ده حيكشف حاجات كثيرة، يعني ده مثلا دوافع البحث أصلا كانت كيف، وهل هي منظمة نفس الكلام اللي طرحته. ممكن تعرفي لي بس عن نفسك شوية يعني يا دكتورة؟ أنا سماح حسين مكاوي، محاضر في كلية العلوم جامعة الخرطوم قسم علم الحيوان، مبتعثة لتحضير الدكتوراه. نعم والله بحضر في أبحاث المياه العذبة في الهوائم الحيوانية في النيل. احنا والله محتاجين لكم تماما ناس الحيوانات، فأنا بشتغل في البيولوجي أكثر من الحاجات الثانية. فأستاذ محتاجكم أكثر والله يا جماعة، لأنه قلت مجالكم ده زي ما بقولوا يعني هو الشريان للسودان، لكن يعني زي ما بقولوا مهمل تماما. انا طبعا معلش انا حقول كلمه، قلت يعني كان عندنا سيشن كده برزنتيشن ظريف، اثناء البرزنتيشن ده انا شفت السوق بتاع السمك العربي في السودان، اكبر سوق سمك عربي في العالم كله في السودان. يا ريت لو ما شفته، طب يعني صراحه السوق رغم انه عالميا هو اكبر سوق، لكن صراحه فمهمل اهمال كبير جدا، غير مرتب، ما دقيق، يعني ما في كواليتي، ما في سيفتي، ما في يا احمد في 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 مؤتمر اتعمل قبل اسبوع، عملته اللي هي منظمه التنميه المستدامه العالميه بقياده بروفيسور علام، فكان أيوة. يعني عندهم مدين موضوع الصمغ العربي ده يعني جانب كبير من الاهميه، يعني فحتى اتعملت زي مبادرة كده في بحوث الصمغ، وبعد ذاك المبادرة دي بدأت تنزل لأرض الواقع. إن شاء الله أنا بحاول أعمل لك كوت للحاجات اللي اتعملت، أو بعمل لك تاج للمؤتمر ده يعني إن شاء الله. يا ريت عشان نزلت بقيت درست في حياتي. يديك العافية. طبعا محمد عيسى والمنذر حنرجع لكم بعد شوية، بس ندي الفرصة لأخونا هيثم الكاشف، يتفضل. يعطيكم العافية. ما شاء الله أنا جيت متأخر، لكن الليلة شكله الجلسة عامرة ما شاء الله، كمية من شبابنا المنتجين، في كمية من الحماس، ويعني أنا لحقت الكلام من آخره، لكن عموما انطباعي عنهم كويس يعني، بس أنا ما قدرت أفهم الناس الشغالين في مجال الريسيرش هل هم يا بس عشان أنت جيت وجبناه كده شورت نوتيس زي ما بقولوا. الليلة طبعا احنا الاحتفال المبادرة بعيد ميلاد ال11، ويعني بنجيب الناس يتكلموا عن انطباعاتهم، عن المشاريع اللي حصلت في المبادرة، الناس استفادت من المبادرة كيف، المبادرة حتمشي لقدام كيف، يعني دايرين كل الرؤى دي، ودايرين يعني تلاقح الافكار ده عشان نجود به الشغل لقدام.
ممتاز. طيب والله يا اخي حاسس اذا افترضنا المبادره كانت شغاله 11 سنه الى الان، ما شاء الله كانت مركزه على المنح، ومؤخرا بقت في الحته بتاعت نقل المعرفه وتبادل المعرفه، ومؤخرا حتى الشكر لك كثير يا ياسين عملت اللي هي ونس على دروب النجاح، اللي هي نحن بنعتقد انه الحته بتاعت انه الكلام اللي قاعد اقوله دائما في السودان عندنا المشكله بتاعت المانجر المرشد. فحتى انا والله كنت يا اخي متمني انه الحي يتبناها اساسا، لانه خصوصا قطاع الشباب، يعني انا لما كنت في الجامعه لقيت زول ارشدني امشي بدايه صحيحه عشان انتهي نهايه كويسه انا بتمناها. في الحته بتاعت انه المعرفه بتجي لما يكون انا عندي المرشد المناسب. فلو بقى في زي مبادره في الجامعات، يعني مثلا قبل كده لو بتتذكر في اللقاء بتاع بروف اتكلمت انه انا مقيم في دوله النرويج، وكنت بدايه ما تخليني للعمل في النرويج كنت اشتغلت استاذ رياضيات، وده كمان قصه طويله. فاكتشفت حاجه انه طلاب اللي هم بنعتبرهم في الاساس في طلاب في زي منظمه في تابعه للجامعه بيلبسوا يونيفورم معين سواء جاكيت او فانيلا او كده، وبيكونوا متواجدين في مكان يعني في الاحياء او جنب المدارس اللي بيتجمعوا فيها التينيجر ديل، واوريدي هم من المدرسه عارفين انه ديل ناس بيتكلموا معاهم ويرشدوهم، فبيكونوا معاهم اذا بيلعبوا، اذا مثلا جو لقوهم في زول قاعد براه بيقوم بيتكلم معاهم انه دي زميلكم حاولوا تجيبوه، بشنو؟ بطريقه بتاعت انه ناس من نفس العمر، يعني ناس زيكم، لكن وحتى النصائح بتيجي بطريقه بتاعت ان هم اوريدي اخذوا دورات تدريبيه كيف يحلوا المشاكل، وبعد ذاك زي بيترفع تقرير انه مثلا سكان مثلا اذا افترضنا زي ام درمان زي الخرطوم، والله يا اخي سكان ناس شنبات عندهم مشكله بتاع التنمر، خلاص الناس الاخصائيين الاجتماعيين عرفوا انه في مشكله في شنبات بتاع التنمر، بعد بيدرسوها بيحاولوا يحلوها من خلال المدارس الموجوده في الحته دي. فالاستمرار في عمليه نقل المعرفه، يعني انا من خلال متابعتي يعني في تحديدا الموضوع بتاع مثلا الناس تقدم لمنح، يعني الاسئله بتتكرر كل سنه، لكن لو خشيت جروب الباحثين السودانيين حتلقى معلومه ايا كانت الدوله، لكن بتلقى المعلومه. فده اتجاه جميل جدا جدا، واتمنى طبعا الثوره كانت عندها ادواتها والبناء عنده ادواته، ادوات البناء اللي تقريبا لعدم الممارسة للسنين اللي فاتت الناس بقت عندها قصور في حتة إنه كيف نبني البلد، كيف أنا أستغل طاقتي، كيف أستغل مواهبي، كيف أستغل علمي في إن أنا أنمي البلد. دي من الحاجات اللي برضو الناس يعني خصوصا إنه بعد السودان السودانيين الباحثين السودانيين ده فيه كمية من الأعضاء مهولة، وكلهم بنحسب إن هم في طبقة علمية معينة نشر الوعي وسطهم عشان هم يقوموا بدورهم ينشروه للناس اللي حواليهم بيكون سهل جدا جدا. وانا ممكن اكتفي بالحاجة. يديك العافيه، لكن كده اعرف الشباب عن نفسك هيثم. طيب انا هيثم الكاشف، مقيم في دوله النرويج، شغال في القريه التقنيه في الجامعه النرويجيه للعلوم والتكنولوجيا، بالمناسبه هي دي جامعه السودان نفس الاسم، الجامعة النرويجية للعلوم والتكنولوجيا زي الجامعة النرويجية السودان، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا. أنا مجال خبرتي في مجال ريادة الأعمال والابتكار، مدرب في المجال ده وباحث في المجال ده. زمان كان عندنا مبادرة اسمها تطوير الأعمال في السودان، إن إحنا بنحاول زي ما الأخ قبل شوية اتكلم عن الصمغ العربي، يعني إحنا كان المخطط بتاعنا زمان إنه إحنا كيف نطور الأعمال في السودان، ليه ما ننطلق عالميا نحاول نساهم زي ما بيقول عليها في سلسلة القيمة العالمية، كيف إنه السودان يساهم في سلسلة القيمة العالمية. يعني أنا موجود في النرويج وأنت مقيم في بريطانيا، يعني لما تخش الأسواق بتشوف فيها منتجات أقل من منتجاتنا لكن معروضة، فإحنا كان عندنا الشوط. الناس ما كان أخذت الشماعة مثلا في الحظر وما الحظر، لكن رغم إنه كان في حظر على السودان، لكن زي ما الأخ قال السمر العربي ما كان داخل في الحظر، كان بيتصدر وكان الناس محتاجينه. فهنا كيف نحن نسوق نفسنا؟ فده مجال خبرتي، خبير الأسواق الأفريقية الناشئة اللي هي بساعد الشركات النرويجية تستكشف أسواق في القارة الأفريقية. فأنا
مدرب في المجال بتاع رياده الاعمال، وكيف الشركات الناشئه السودانيه هي تنطلق للعالميه، تعرف كيف تنطلق للعالميه. يعني زي ما عباده الباحثين السودانيين بيساعدوا الطلاب للمنح، نحن بنساعد الستارت اب للعالميه. ده باختصار يعني. الله يديك العافيه يا اخي هيثم، شكرا شكرا لك كثير. وطبعا هيثم برضو يا جماعه من الناس يعني ما يعني قاعد يشتغل في السعوديه، يشتغل في النرويج، لكن عطاه للسودان ما 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 وقف يعني، اسعى وراء الصوره اللي وراه دي ما شاء الله، نولج مانجمنت سنتر ان سودان، يعني برضو حامل هم السودان وبيشتغل للسودان وبيدرب ناس للسودان. عشان اوريك المعلومه، البوستر الوراي ده عملوه طلاب نراوجه للعلم يعني، وهم نحن كان عندنا مبادره انا ساهمت بها باسم المركز بتاعي ده مع الجامعه الوعيه للعلوم والتكنولوجيا، في انه نحن نعمل تبادل المعرفه، يعني كيف انه الطالب السوداني في السنين الاخيره يتواصل مع الطلاب في الجامعات النرويجيه، يعني مثلا الكتب، ملخصات الكتب، كيف يلقى دكتور. يعني الجامعه النرويجيه ما قصرت، تبنت المشروع ده والبوستر ده عملوه الشباب باسم نولج مانجمنت سنتر، وفي في اليوتيوب برضو عاملين فيديو كيف ان انت طالب طالب هندسه، طالب طب، تتواصل مع طالب زيك في الدول الاوروبيه، تتبادل معاه الكتب والمراجع والحاجات دي فور فري، او ممكن اعمل لكم سيشن اونلاين. ده كان الفكره بتاعت المركز، وهو حس موجود وخلفي ان شاء الله باذن الله. طبعا هيثم برضه حيكون ضيف معانا في ورسه على دروب المعرفه ان شاء الله، وحنقدر نعرف انه الحاجات دي ذاته قدر يعملها كيف ووصل كيف لحد ما بقى خبير في يعني اللي هو الستارت اب، كيف ان ينشئ الناس تنشي الاعمال الصغيره يعني اللي هي الاس ام ايز، يعني ما الشركات الكبيره لكن الشركات الصغيره، لانه تخلي في دول كثيره في العالم دول اقتصاديات كبيره جدا غايمه على الشركات الصغيره، يعني ما زي ناس دال ولا كده الحاجات. لا 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 دائما يعني، حتى لما تيجي ترجع للتاريخ كل الشركات الحسي عندها وزنها في السوق هي بدات ستارت اب، يعني امسك من جوجل، امسك فيسبوك، امسك تويتر، الاندرويد ذات الحسي الناس شغالين دول كان عباره عن ستارت اب. في شركات تقنيه كثيره في الصين بدات، وفي شركات كثيره فهي قايمه على يعني. ده كمان يعني سيشن طويل، انه رياده الاعمال بنشات 200 العالمية الثانية كان شنو، بعد الحرب العالمية الثانية كان شنو، الآن وصلنا حاليا زي ما انت ذكرت، يعني هي الدول دي قائمة ان هي تدعم الشركات الصغيرة، لان هي بتغير الخارطة بتاعت المايند سيت بتاعت البيزنس القائم في الدولة. وحس الامارات ماشية في النهج ده، وكذلك السعودية، وان شاء الله السودان كمان ينهج النهج ده، لان هي بتساهم في ايجاد حلول مبتكرة. يعني زي قبل الموضوع الصمت العربي، ممكن شركات ناشئه تطرح مواضيع في تصدير الصمغ العربي، خصوصا الناس الدارسين كيمياء الهندسه معانا في المجال الاغذيه والانتاجات الفود اندستري عموما، كيف يطوروه وكيف يسوقوه خارجيا. الناس القدامى ما بيفكروا في الحته دي، الجيل الجديد بيفكر في الانوفيشن، كيف انا ابتكر اوصل المنتجات بتاعتي. فزي ما ذكرت هي قائمه على الاس ام ايز، وقائم على انتربرينور شيب. حس اذا في شباب عندنا سؤال انا موجود جاهز. احنا عندنا مش سؤال، عندنا اسئله كثير جدا يعني. طيب انا عندي سيشن ان شاء الله حيكون في يناير مع منصه اسمها ساوني، طارحين وخاطين البوستر انه اي زول عنده سؤال ايا كان انا حاضر ان شاء الله وفق الزمن، وما حقيف يعني. انا عندي في برضو منتدى رواد الأعمال السودانيين برضو موجود، ممكن تراسلونا عن طريقه، ممكن أو إن شاء الله برضو عن طريق الباحثين السوداني ممكن نعمل سيشن خاص بالحتة دي، نعمل نحضر أسئلة أيا كان السؤال، فريلانس، انتربرينورشيب، SMEs، نحن جاهزين إن شاء الله. الله يديك العافية هيثم الكاشف. ويعني ما دارين نعيد الكلام تاني يا جماعة، لكن يعني زمان كان في حاجه اسمها اليلو بيج، اللي هو الكتاب كده اصفر، كان بيوزعوه يعني بيوزعوه في البيوت مجانا قبل الموضوع بتاع جوجل وكده يعني. ففينا في اوروبا بالذات يعني بيكون، فالكتاب الاصفر ده بيكون فيه مثلا انت لو عايز سباك بتمشي الصفحه بتاعت السباكين، بتشوف السباك بيتضرب له تليفون
عندك عايز بناي، عايز شركه بتاع التامين، عايز يعني كان عباره عن ديكشنري. تمام، فاسين احنا يعني جروب الباحثين ده غير غير المشاريع اللي بتبناها، غير المبادرات الشغاله بجنبه وكده، هو ذاته عباره عن يلو بيجز. يعني انت تفتح تجي تكتب والله يا اخي انا عايز متخصص في انشاء اللي هي الشركات الصغيره، تمام، او والله يا جماعه عندي بيزنس وعايز استشاره في الحاجه الفلانيه، بتلقى ما شاء الله تلقى زي هيثم ده ما شاء الله يعني بيجي طوالي بيدوك المعلومه الحق. احنا اهم حاجه يا جماعه على السمع، احنا عندنا الواتساب، بتفتح الواتساب يوميا بتلقى يعني فيديوهات، بتلقى في واحد مرسل لك يعني انا بسميها اسمها شنو، يعني الواحد بيكون مرسل لك مصلايه بتاعت رساله، يعني رساله طويله انت تقعد تجري في النهايه تلقاها كلها معلومات فارغه جدا. يعني ناس في رساله متداوله في الفيسبوك بيقول لك والله المستشفى ابن سينا ده اتبنى كيف، انه والله يا اخي ما بعرف واحده يابانيه جات في السودان وشكت من جاء وجع بطن، جاء دكتور سوداني عمل القصه دي بالمناسبه قصه متداوله في السوشيال ميديا بصوره ما عاديه، للاسف القصه دي ما حقيقيه، القصة دي ما حقيقية تماما يعني. وفي ناس يعني جابوا القصة الحقيقية لإنشاء مستشفى ابن سينا، فهذه واحدة يا جماعة من مشاكل السوشيال ميديا. ودي برضو يا جماعة المشكلة اللي احنا بنعاني منها برضو في 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 المبادرة، يعني الجروب بتاع المبادرة في ناس بيجوا بينشر لك معلومات ما صحيحة، فنحن يعني الناس المشرفين دول والله تعبانين تعب ما عادي، زي ناس وفي و ودكتور انور ومحمد محجوب وطارق ودكتور المعز، يعني نازل عندهم شغلنا الثاني، لكن احنا عشان المواضيع دي ما نطلعها ساكت، فبنكون قاعدين تعبانين جدا عشان نتاكد انه المعلومه دي صحيحه. يعني مرات بنسحب في بوستات من اسحبها، يكون عندك بوست انت نزلته جيت لقيته ما في، اتاكد انه البوست بتاعك ده فيه معلومه ما صحيحه. فرجاء يا جماعه انتم ما شاء الله بالذات الناس الشباب الصغار الباحثين اللي لسه يا دوب بدوا طريقهم، معلومه ما تاكدت منها 100% ما تكتبها في بحث ولا تمشي لويكيبيديا. ويكيبيديا يا جماعه فيها كل حاجه، لكن مشكله ويكيبيديا يعني انت ممكن بس تبدا بيها تمشي تقرا حاجه معينه مثلا عن الاقتصاد المبني على المعرفه، ممكن تقرا في ويكيبيديا لكن ما تستشهد بويكيبيديا، تمام، يعني لان ويكيبيديا دي انت كتبتها مقال ممكن زول ثاني يجي يخش يعدله، فما فيها الحته بتاعت اللي هي الاوثنتيكيشن والفاليديشن دي صعبه جدا جدا. فهنا ممنوع في بريطانيا انك انت مثلا في الجامعات البريطانيه جيت كتبت لك بحث او هوم ورك او حاجه جبتها ويكيبيديا طوالي بنديك فيه زيرو. فالحته دي يا جماعه مهمه جدا جدا، عشان كده نحن في 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 مبادره الباحثين السودانيين اهو بنستعين بالناس الخبراء ديل يعني عشان يجوا يدونا معلومات اكيوريت، معلومات حقيقية. برضه يا جماعة بكرر انه يقول عنده مداخلة، عنده فيدباك، عنده حاجة، تفضل. كان رافع يده. اي زول رافع يده؟ ايوه المنذر، تفضل. المنذر. السلام عليكم. عليكم السلام. ما شاء الله يا شباب عامرين. ويقولكم ما شاء الله. دكتور ياسين كيف أخبارك؟ تمام؟ عليكم السلام ورحمة الله المنذر. كيف أخباركم؟ طيبين إن شاء الله شباب؟ إن شاء الله سامعيني واضح؟ لا و 100% تفضل. أي سامعينك. الحمد لله. طيب معليش أنا برضو يعني ما يعني عندي برضو كم حاجة عايز أستشير فيها الناس، يا ريت يعني لو بلقى منها إقبال. يعني مثلا زي المجالات الموجودة في السودان، يعني هنا ما شاء الله عندنا ناس في مجال الـ IT، وفي ناس ما شاء الله في مجال الزراعة وفي مجال الميداني، فيعني الناس ديل ناس ما شاء الله، في ناس عباغر يعني عابرين في المجال زي ما بقول نحن كسودانيين، وعندنا مشاكل يعني في نفس المجال الناس الممتازين فيه، ودل في ناس يعني بتلقاهم في مشاكل وفي ناس شاطرين يعني وعندهم إمكانية وعندهم حلول. لين إحنا ما نعمل تيم مثلا كإكزامبل، نعمل تيم من ناس الـ IT مثلا يقعدوا يجمعوا بيانات مثلا، يعني حتى التيم ده يكونوا شغالين أونلاين براون، يعني يكون في ليدر ليهم من برا
بيورينا الحياة يعني، يديهم فيدباك عن الشغل من برا، والله مثلا في بريطانيا النت بيحصل كذا وكذا كذا، البرمجة بتعمل كذا وكذا، يعني يكون في معاهم في نفس المجال يعني، يديهم الاوتلاين يعني الحياة اللي يقدروا يمشوا عليها يعني. تمام. ف هنا ده الحياة دي نحن نستفيد منها يعني، نطوروا لنا في مجال الحاسوب في السودان هنا، منها ناس الباقيين يستفيدوا برضو، كذلك ناس زراعة يعني، مثلا يكون في شباب من الزراعة تيم كده موجود، يعملوا جروب براهم متخصصين في الزراعة مثلا، على الأقل يزرعوا محاصيل، يقدر يوفروا حاجات يعني، دي كده بنقدر نستفيد من الخبرات اللي برا، كده بنكون استفدنا من المجموعة من الناس المتميزين. ففي واحد كان اسمه أحمد ولا شنو، كان بيحكي من المشاريع اللي بتقول مثلا بتكون ليميتد في جامعات معينة وكده، فبرضه أنا الفكرة دي عجبتني شديد صراحة يعني، مثلا لو كان في بتاع الحاسوب ليه ما يعمل مشروع مع ناس الزراعة أو مع ناس المدنيين، فدي ده أنا فكرة والله. صوتك اختفى يا المنذر. المنذر طبعا عندنا في السودان ده عادات وتقاليد يا دكتور، الشبكة تروح في جامعة واحدة أو يكون في مع بعض، في الحاسوب داخل في حياة المدنية داخل، ففي النهاية أنا ممتاز جدا جدا. يا شباب عايز صوت واضح، سامعني كده؟ عايز سامعني، ايوه اتفضل. واضح ايوه وبرضه في مشاريع موجوده في الجامعات يعني، الناس اجتهدوا فيها وعملوها، بس للاسف موجوده يعني، موجوده في الجامعات ما مطبقه يعني، في حاجات كثيره الناس يعني، يا ريت الجامعات دي لو ما قدرت تنفذها تديها لشباب او تديها لجامعات او شركات تنفذها، لانه جاهزه يعني، مشاريع جاهزه ودايره بس زي الزول ينفذها يعني، فيا ريت الجامعات شويه تتحرك في الموضوع ده يعني. طيب نحن سمع في المبادره دي المنذر قبيل، ما اعرف انت لو كنت موجود ولا لا، يعني اي زول عنده يا جماعه مشروع، عنده مبادره، يجي يطرحها لنا في المبادره، ونحن ان شاء الله بنلقى له التيم اللي بيساعده في الحاجه دي يعني، نحن ذاته بنبقى له جزء من التيم بتاعه يعني، عشان الفكره بتاعته تتطور والفكره بتاعته تمشي لقدام. زي ما انا جيت لما جيت بديت الدوره بتاعت اداره المشاريع دي، كنت براي يعني، شغال فيها براي، بجهز الحاجات كده. بعد ذاك الشباب كلهم يديهم العافيه، ناس وفي ودكتور انور وحيدر، باشمهندس حيدر، كلهم بيجوا معاي في التيم بتاعي يعني، يجهزوا لي الباك جراوند يعني، الشغل ده كله اللي اشتغلناه بتاع الـ الشغل بتاع اسمه شنو، بتاع اداره المشاريع ده، احنا تيم يعني، ما اشتغلته انا براي يعني، لكن انا يس انا الديليفر الكورس، لكن الشباب ده كلهم شغالين معي. ده انا دار اقول لك، بس لو عندك انت اي مبادره، عندك اي فكره، مرحب بك. الواتساب بتاعنا موجود، الصفحه بتاعت رسل لنا في الفيسبوك من رود طوالي، وان شاء الله بنلقى لك التيم اللي بتقدر انت تنجز معاه الفكره بتاعتك. تسلم كثير يا المنذر. طيب يا دكتور ياسين، في التواصل حق جروب الباحثين، شنو؟ جروب التواصل بتاعت واتساب، جروب واتساب، انا ممكن ارسل لك الرقم في الشات يعني، ارسل لكم الواتساب في بتاعي في الشات، بعد ذلك ممكن عن طريقه انا اوصلكم لباقي باقي الشباب ان شاء الله. ان شاء الله يا جماعة. واحد باشمهندس حيدر هو شباب، دكتور انور بيزعل من اللينك بتاع الزوم، شكله انا رسلته له قول له احمد رسلك في الواتساب، قول له اوكي. طيب دكتورة شاهيناز، معلش قبل الزوم قطع، و دكتورة ايوه مرحبا يا دكتور ياسين، معلش هو الزوم قطع ونحن جينا لقينا رابط في صفحة الباحثين السودانيين دخلنا بيه، كان في اللايفين شغالين، اللايف حقك هنا ولايف ثاني بيه دكتور انور هناك، اشتغلنا مسافة مع دكتور انور، هسه حيجي داخل بعد شوية.
فعلا اخذنا زمن طويل في لايف ثاني، بعدين انتبهنا انه لايف مو شغال. لا لا، ريم ريم فيصل، ريم فيصل بتقول لي يا اخي انا خشيت، ريم فيصل بتقول لي انا خشيت واتكلمت، قلت لها انت اتكلمتي وين؟ انا قاعد هنا ما زحيت من الحته دي. انت عارف اوريك الكونفيوجن جاي من وين؟ انت عملت كوبي للانفيتيشن بتاعت الهناي في الزوم، الرابط بتاع الزوم القديم، يعني أي أي. الرابط بتاع الجلسه اللي احنا فيها دي ما موجود. أيوة. في الانفيتيشن لو لاحظت له. فالظاهر احنا طلعنا ودخلنا، لكن الغريب انت اللي عملت اللايف ستريم، ف حاجه كان غريبه جدا سبحان الله. ليس ولين دي 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 ثانيه تبقى لنا هي طبعا، بس ممكن كانت تسبب لك مشكله في حسابك انت الشخصي، لانه لو عملت اثنين لايف ستريم من زوم لفيسبوك في نفس الوقت بيعملوا فلاج هناك ناس فيسبوك. انا مره وقفت لمده يومين ما كنت قادر اعمل لايف ستريم. اوكي اوكي كويس، دي معلومه، دي معلومه جميله، نعمل حسابنا ثاني. يديكم العافيه. السلام عليكم يا اخوانا، كل سنه وانتم طيبين جميعا. هيا دكتور اشتقنا لك، اما كنا الدكتور ده مش وين. الله يديك العافيه. انا ارسلت لك الرابط في الخاص كمان، انت دكتور شاهين ارسلتكم في الخاص كان كده كده. رسلوا لي في الخاص عشان ارسله لريم. اي انت طيب. انت خدتيه، خدتيه في اول، في اول كومنت، كومنت لكن ما بيظهر، ما بيظهر للزول لانه الكومنت الثاني بتخفيه. اوكي يعني مره ثانيه لو مر اسبوعين ما لقيناك الواحد بيحس انه فاقد حاجه يا اخي. الله يديك العافيه هيثم الكاشف يا حبيبنا يا اخي. يديك العافيه والله، الله يكرمك يا اخوانا. شغلوا، شغلوا الكاميرات لانه الانجيجمنت مهم جدا. هنشغل الكاميرات ما حيجوكم عديل ابو سلعه ده. كل سنه وانتم طيبين. احنا طبعا اخواننا سعيدين جدا انه مبادره الباحثين السودانيين عملت، يعني عملت حاجه مهمه جدا، الكونسيستنسي والكونتينيوتي. معظم المبادرات يا اخواننا عندها يعني شورت لايف سبان، بتموت سريع المبادرات في السودان بصوره عامه. واشتغلنا احنا في مبادرات كثيره كثيره جدا، كلها بتكون فوره لبن ولا النفير، الناس فر بتقوم تفير كده وبعد ذاك بتنوم. وانا متاكد انه اي زول فيكم هنا موجود بيكون شارك في مبادره او بشكل او باخر في مبادره اسي ما موجوده، او الناس ايناكتيف ما شغالين. لكن الموديل بتاعنا المهم اللي دارين نرسله للناس الثانيين هو موديل بتاع قياده و... 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 واداره لا مركزيه. كل زول فينا قائد وكل زول فينا مدير. اي زول هنا اخواننا موجود بتلقاه قائد لمبادره ولا بيشارك في مبادره، الليدر بتاعه زول مختلف تماما، وكلهم تحت الامبريلا بتاعت الباحثين السودانيين. لذلك كل واحد في نازل كان كليم وهو صح، هو صح ما كذاب، انه هو الباحثين السودانيين. ودي حته بتاعت لويالتي يعني كبيره جدا، مهتمين احنا بانه الناس تحاول تعمل لها ريبليكيشن في باقي المبادرات. المبادره ما مرتبطه بفرد، السيد اي واحد فينا يختفي لاي سبب من الاسباب المبادره بتكون متواصله. يعني شوفوا هسي وفي، وفي عبد الله بيدير الويبينارات بتاعته من جامعه الفاشر، الزول ده قاعد في الفاشر وبيدير السيمينارات مع ناس في امريكا وفي تركيا وبريطانيا وغيره. حيدر قاعد في الخرطوم بيدير سيمينارات مع ناس قاعدين في كل العالم. كذلك ياسين موجود في انجلترا وبيدير، يعني الحاجه دي جميله جدا لو فكرنا فيها، كيف انه كلنا نقدر نساهم وكلنا عندنا يعني محبة شديدة ورغبة شديدة في انه يساهم للسودان. فده موديل افتكر انه الناس ممكن تفكر فيه بصورة بتاعت يعني بتاعت كيف الناس ممكن تشيله وتاخده في حتات تانية مهم. نعم. جدا. شكرا لك يا حبيبنا ياسين يا قائد. الله يديك العافية اخي، شكرا لك كثير دكتور انور. طبعا دكتور انور هو المؤسس بتاع مبادرة الباحثين السودانيين، يعني يعني الفضل لله بعد الله، بعد الله سبحانه وتعالى بيرجع لدكتور انور لانه هو الاجعل الفتيل بتاع المبادرة. يعني طيب يا ياسين لو سمحت لي خليني ارجع لانور. يا انور يا اخي كان في قصه جميله خلاص. جايبين صوره لك كاتبين انه انور اكثر يعني فيما معنى الكلام انك انت مترجم لمحاضرات تيدكس، والحاجه دي جايبين لها في الباحثين السوريين. قلت يعني يعني شوف لما تجي تعاين للصوره يعني ده انور لكن فوق بس الباحثين السوريين، فقلت يا حدي يعني فوتوشوب ولا ده الجماعه دي ايه. فحاجه سبحان الله يعني جمعت بين الحاجتين بيك يا انور، انك انت كزول ما شاء الله زول عندك باع طويل معنا ستيدكس، وانه منشور في الباحثين السوريين. يعني لو شفتوا الصوره دي يا جماعه والله لو ياسين ده عمل نيكو هوست ممكن اعمل لكم شير
لحاجة ظريفة جدا جدا. طبعا أخوانا مبادرة الباحثين السودانيين الليلة بتحتفل بالعيد الحداشر ليها، هي أقدم مبادرة في الوطن العربي كله، يعني مبادرة علمية بحثية أكاديمية، وحاليا حاليا هي أكبر واحدة، ما في أكبر منها. فالباحثون السوريون ديل كان عندهم اسمه شنو ده، عندهم طبعا نشاط كبير جدا، وما شاء الله عليهم يعني عاملين شغل شغل ممتاز جدا جدا، وعندهم إديتوريال تيم ممتاز، والسوريين عامة يعني نشيطين جدا جدا في النشر وكده. فده كان لقاء عمل مع العبد لله في إطار ما عنده علاقة بالباحثين السودانيين، وإنما بالإطار بتاع الترجمة في تيد وتيدكس. هم اللي خلاهم يهتموا بالموضوع ده شنو؟ إنه الفاوندر الزول الأسس الباحثون السوريون هو يتكلم في تيدكس روما، ويتكلم عن الباحثون السوريون دي المبادرة، يعني كلام كده أقول لكم شنو؟ إنه يعني بيغيروا في العالم وبيغيروا في كده، يعني كلام كبير. طبعاً إحنا ويفيل شاي السودانيين بإنه زي ما أقول شنو؟ نشكر عروستنا وكلام زي ده، لكن من ناحية بتاعت إمباكت ومن ناحية بتاعت إمكانيات أن إحنا عاملين شغل صراحة إمباكتفول، لأن إحنا دولة فقيرة وإحنا ما عندنا الإنفراستراكشر. يعني سوريا من ناحية بتاعت إنفراستراكشر أحسن من السودان من ناحية بتاعت التعليم، ولا بنكذب يعني السوريين دي إلا بعد ما المشكلة بتاعتهم حصلت يتنجوا يقروا عندنا في السودان، لكن زمان السودانيين بيمشوا يقروا في سوريا، ما كان العكس. إلا بعد جامعة سورية ذكر بالضبط بالضبط، وتكون عارف كويس إنه الإنفراستراكشر بتاعتهم كيف. تاني حاجة هم أهل حضارة، أقدم عاصمة في العالم هي دمشق، دمشق أقدم عاصمة مش كده، وعندهم سبق يعني. فالحاجات دي كلها بتكون منعكسة في الشغل بتاعهم والترتيب بتاعهم في فرق عملهم. صراحة أنا عملوا معي لقاء ثلاثة أو أربعة شباب يعني رائعين جدا جدا، نشيطين جدا. أنا أتمنى إنه يكون عندنا فرق بتاع العمل زي دي بالنشاط والاستمرارية. يعني أساسا نحن في الباحثين السودانيين عندنا شغل ممتاز جدا جدا، لكن لسه محتاج الكواليتي بتاعته ترتفع لأعلى، ومحتاجين إنه الإنفراستراكشر بتاعتنا تزيد وتقوى يعني ناحية بتاعت كهرباء وإنترنت وغيره. فدي إن شاء الله في يوم من الأيام ممكن نتكلم عنها أكتر. الترجمة والمؤتمرات على تيدكس دي من الخبرات اللي أنا شلتها من هناك وجيت جبتها معي للباحثين السودانيين، يتعلمنا فيها حاجات كثيرة جدا جدا. وأفتكر إنه في ناس كتار برضو بيجيبوا للمساهمات اللي بيجيبوا بخبرتهم والإكسبوجر بتاعهم. لا أنا مهتم أسمع من الأعضاء كلهم، من الناس كلهم الموجودين. قلنا لو شفتوا الإعلام بتاع الذكرى الحداشر قلنا الريدم برضو دايرينه، دايرين نسمع الريدم. ليه؟ لأنه الليلة اليوم ده ده يوم ميلاد، وبعده هنمشي ل 11 سنة جديدة، دايرين نشوف شنو الأخطاء والحاجات اللي ممكن تتصلح بمساهمتكم عشان نمشي بها إلى الأمام. الله يديك العافية. قبل ما نخش لموضوع الريدم ده بس معلش لو سمحت لي، قبل دكتورة شاهيناز دي احنا قطعناها، فعايزيننا بس تكمل لنا باقي المداخلة بتاعتها عشان تكتمل الصورة يعني. طبعا يا دكتور ياسين هي المداخله نحن كملناها هناك وزيدنا عليها كمان، لكن معلش ايوه بضيف جزئيه بسيطه بس معلش باكد عليها تاني معاكم. نحن كنا اتكلمنا قبل عن فكره البروفيشنال ليرنينج نتوركس بشكل عام، وتكلمت على وجه الخصوص عن الفكره بتاعه جي اي جي سودان او جوجل ايديوكيتر جروب سودان للناس اللي ما عارفيننا وما سمعوا عنا، اللي هي مبادرة بتاعت جروب من ضمن الجروبات العديدة اللي بتكونها شركة جوجل في البلاد يعني بشكل عام موزعة حاليا. كان احنا لما بدينا كان في افريقيا في جروبين كينيا ونيجيريا، وحاليا في جوجل كينيا ونيجيريا والسودان في افريقيا، وخلال ايام قليلة ان شاء الله حيكون في جنوب افريقيا كمان جي اي جي جديد. في الدول العربية كان فقط في جي اي جي عمان، وحاليا أصبح في جي اي جي عمان وجي اي جي مسقط، جي اي جي جدة، وجي اي جي دبي، وجي اي جي أبوظبي، وبعد شوي حيبقى في جي اي جي قطر خلال الأيام القليلة القادمة. وعموما جروبات الجوجل اللي هي جروبات مدعومة مش مادياً، لكن مدعومة يمكن دعم معنوي بس يعني، وريكوغنايزيشن يعني بواسطة شركة جوجل. لو أي شخص دخل
الموقع بتاع جوجل أو سأل أو سأل حتى في جوجل كتب جوجل إديوكيتر جروب، حيدخلكم على الموقع الصفحة الرئيسية اللي فيها خارطة انتشار جروبات جوجل في العالم، تلقوها بالخارطة موضحة فيها تفاصيل الجروبات الموجودة. بتمنح فرصة كبيرة جدا بتاعت تعاون ما بين الأشخاص الموجودين في الجروب الواحد وما بين الجروبات وبعضها البعض. يعني مثلا نحن كجي اي جي سودان بنتبع للجروب بتاع إيميا اللي هو اليوروب والميدل إيست وآفريكا، نحن موجودين في جروب واحد تقريبا، يعني نحن نقدر إنه نحن نتعاون مع بعض في أعمالنا ويكون في أعمال مشتركة ما بيننا، نقدر نحضر مع بعض، نقدر نحضر مع جلوبال جي اي جي، وكمان يعني حتى لو احتجنا في يوم من الأيام مثلا لنيتيف سبيكر عشان حاجة، نحن عادي ممكن نتفاهم معاهم كشركة إنه ممكن يقدموا لنا كأفراد حتى تابعين لجي اي جي أو الجي اي جي ليدرز، بالتعاون معاهم نحن ممكن تقدم لنا أعمال داخل السودان بالتعاون معهم، نحضر مع جهات تانية. وفكرة التعاون المشترك طبعا حاجة بتفتح للمعلم مدارك كثيرة جدا ومجالات بتاع التعاون واسعة جدا، يعني نحن بتفتح لنا بالمجال ده. ده عموما عن الفكرة بتاعت الجروبات جوجل فور إديوكيترز، واللي هي بتمنح خدمة مجانية تماما لمعلمي المنطقة بمبادرة تطوعية من الأشخاص اللي ممكن ينتموا للجروب. لازم الجروب يكون تحت قيادة جوجل سيرتيفايد ترينر، وبعد كده بنضموا أشخاص للجروب حيكونوا تابعين للجروب ده، وحتمنح يعني ممكن يكون عندهم فرص لقدام إنه يمتحنوا طبعا كل الامتحانات وينالوا الاعتماد من الشركة. وكمان بتفتح مجالات كثيرة تانية، إنه يعني حتى بنعرف عن الخدمات الجديدة اللي بتطلع، بنعرف عن الأبديتس اللي بتحصل للجوجل سيرفيسز قبل الآخرين حتى، وبنقدر إنه نتابع الحاجات التقنية والتسارع التقني العام الحاصل في العالم بشكل أقرب من غيرنا، بتنقل لنا أسرع يعني وبتصلنا أسرع من غيرنا. وكمان بتتيح لنا فرصة بتاع التعاون مشترك ما بيننا نحن وبين بعض وما بيننا وما بين الآخرين، دي كلها خيارات متاحة. طيب أنا تكلمت قبل شوية كمان مداخلة كانت عن فكرة التعليم الإلكتروني وابتعادنا عنه في الفترة الأخيرة، وإنه هو حاجة حتمية بالنسبة لعضو هيئة التدريس. لو أنا بتكلم عن عضو هيئة التدريس وحتى لو بتكلم عن المعلم في التعليم العام، عن المدرب في مراكز التدريب، دي كلها انتقال حتمي، مش لأنه فرضته علينا الكوفيد 19، لكن لأنه سبيل من سبل تطوير الكادر اللي بيشتغل في كل المجالات اللي احنا نتكلم عنها دي، وحتى في مجالات غيرها في كل المجالات وتعفى، يعني الزوج شغال فيها هو أصبح مطالب كدورة حتمية أو مهارة حتمية من المهارات المفروض تكون موجودة عنده، اللي هي المهارات التقنية الممكن انتقل بها. وحتى كمان هي أصبحت حالياً شكل من أشكال أو واحد من سبل الكرايسيس مانجمنت. أنا يعني دي ظهرت هسي مع الكوفيد 19، إنه فكرة الانتقال التقني هو شكل من أشكال إدارة الأزمة، إدارة الأزمة في المجالات المختلفة، الانتقال التقني ممكن يكون جزء منها، ودي واحدة من الخيارات اللي نحن لازم نفكر فيها. وقفنا سنة مع الثورة، وقفنا هسي سنة مع الكوفيد 19، وهسي كمان جايين الكوفيد 20، ما عارفين نجيب فيه لحد متين ده كمان. إن شاء الله ربنا ييسر الأمور ويفتح مدارك الناس وغير الاتيتيودز حقتهم، والناس تقدر تواكب فكرة التعليم بشكل عام وفكرة التطوير في على المجال الشخصي يعني إن شاء الله. فتفضل يا دكتور ياسين، لو في كان قلت لي عندنا أسئلة عايزين نسألك، فأنا راجع الذرة دي من جديد. جدا ما عندي أي مشكلة يا دكتورة. أول حاجة كتر خير كتير دكتورة شاهيناز عبد الرحمن، وقبل شوية كان معنا دكتورة ماني زين العابدين، يعني دي الأساتذة الجامعيين، ودكتورة شاهيناز دي نحن عايزيننا في ونس على دروب المعرفة، على دروب النجاح سوري. يا دكتورة 7-1 ولا 21-1 حتكوني معنا؟ يعني حتزرني كده؟ ما عندي طريقة غير إنه 7-1 الأسبوع الجاي، خليها 27. طيب 21 21 ما في مشكلة، 1 لأنه 28 إنه أوكي تمام خلاص نوتي. دكتورة شاهيناز حتكون معنا في ونس على دروب النجاح،
وحنعرف عن شخصيتها أكثر. عشان كده يا شباب، الشباب الصغار، دكتورة شاهيناس هنا موجودة، ممكن تسألوها عن أي سؤال بخصوص عن جوجل إديوكيتر، جوجل جروب إديوكيتر، لأنه هي الليدر بتاع الحاجة دي، هي المشت وفتشت وبعدها زي ما قلت لكم قبل، من خلت يعني شغلها في السعودية ومشت قعدت في السودان وعانت معانت، لكن هو ما شاء الله يعني نجحت في الموضوع بتاع تأخذ اللايسنس بتاع جوجل جروب إديوكيتر. لو في أي سؤال منكم يا شباب، الدكتورة موجودة، أرفعوا يديكم ونديكم الفرصة تتكلموا يعني. مرحب بكم. الله يديكم العافية. طيب قبل شوية في أحمد، أنت موجود؟ أيوة موجود. اتفضل. والله صراحة يعني ذاته بعد كلام دكتور شاهيناس الكلام صعب يعني، هي غطت جوانب يعني كامل الأسئلة، يعني زي ما بقول بتكون تطرح في يعني في الوجدان، هي كمل إجابته. وغير كده بحكم يعني الفترة اللي فاتت دي أنا دكتور شاهيناس يعني زي ما بقوله قريبين جدا من الديسكشن الحاصل ده كله مع بعض، فأنا ما الشخص اللي قدر، أنا داخل التيم ذاته دكتور شاهيناس. فحبيك تفضل. اي فهو استفسارات، لكن هو يعني احنا حسي ده ان يعني نشوف انه مفروض تكون في فعاليات اكثر لجوجل education for Sudan للجلوبال يعني اكثر، يعني لانه الوعي المجتمعي ضعيف جدا للتولز بتاعت جوجل. مش انا ما حقول ماركتينج، انا اقول اعلام اكثر من الماركتينج. يعني الناس دي ما عارفة أصلاً في جروب بتاع جوجل في السودان، ما عارفة أصلاً في ناس عندهم سيرتيفيكيت من جوجل في السودان، وما عارف يعني يعني بفضل إحنا الاستفسار يعني هو أكثر من أسؤال. الناس فترة قادمة تضع خطط زي ما نقول انتشار للسودان على الصعيد المجتمعي وعلى الصعيد الشخصي وعلى صعيد الشركات على صعيد اللي هو المراكز أو المؤسسات العلمية. فهذا كل الاستفسار كنت او التساؤل بتمنى احنا نسعى كلنا نسوي مع بعض في تحقيقه ان شاء الله. كلام جميل يا باشمهندس احمد، على ايدك كله ان شاء الله، كله على ايدك. في الحته دي تحديدا دكتور علام النور، بروفيسور علام النور عنده كلام مهم جدا جدا عن انه كيف احنا ضنينين ومقلين في نشر المحاضرات والروابط والحاجات اللي بيعملوها الناس، وقدم يعني ملاحظة مهمة. قال أخوانا حتى الزول ذاته اللي بتكون تداعيه، هو ذاته الداعيه لأنه يقدم محاضرة، هو ذاته ما بيعمل شير للحاجات بتاعته في صفحته، يعني معتمد تماما على أنه الناس هم اللي حينشروا له الحاجات دي. ودي نحن لاحظناها برضو في الباحثين السودانيين، يعني بتلقى في زول عزمته لمحاضرة ولا كده، الجروبات اللي هو قاعد فيها في الواتساب ولا الجروبات في الفيسبوك ولا بتاعه ذاته ما بيشوف فيها حياته. فدي حتة مهمة جدا، ونحن عندنا هسه حاليا ملاحظة كبيرة انه عدد الاعضاء في الفيسبوك ما عندهم علاقة بعدد السبسكرايبرز في الشانل بتاعت اليوتيوب، ودي حاجة لازم تتحلى. ومن هنا نحن نناشدكم هسه الناس الموجودين في الجلسة دي ذاتها، وانا سبسكرايب لليوتيوب شانل، لانه نحن المحتوى بتاعنا ده في النهاية بيمشي هناك. يعني عندنا ثلاث حسابات، احنا انا عندي ثلاث حسابات في اليوتيوب، اعمل لك الثلاث سبسكرايب. اي لا ال 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 بتاع المبادره الرئيسيه، لانه ده بيكون هو يعني الناس بيرتبطوا معه. انا رسلته هنا ده في الزوم، وحارسله برضو في الكومنتس بتاع الفيسبوك. رجاء يا اخوان الناس يتاكد انها سبسكرايب للجروب للمحاضرات، اي محاضره احنا بعد شويه لقدام هنخليه للسبسكرايبرز بس، يعني تنزل محاضرة تانية ما حتشوفها إلا لو كنت سبسكرايب. دكتور محمد تاي حبابك. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة. كيف الأحوال؟ الله يديك الصحة والعافية يا غالي. لك خشينا نبارك لكم يعني، لكن ما جي هناك تلقينا الشباب، لكن حبينا برضو نأكد يعني على المباركة باليوم ده، يعني 11 سنة it's really big يعني. ده السنة دي قامت فيها دول ووقعت دول وبتاعها، ف يعني حبينا بس نبارك لكم بالانيفرساري دي، وان شاء الله يعني it's a big project، والبروجكت يعني ما شاء الله
ماشي كويس جدا وهوب يعني انه في ال 11 السنه الجايين يكون في مور مور اتشيفمنتس يعني. طيب دكتور محمد انت اسوشيت بروفيسور في جامعه في السويد مش كده؟ في لوند يونيفرسيتي. اي والمجال بتاعك هو غريب شويه، هي نيوكليير نيوكليير فارماسي او نيوكليير ميديسن. الله يستر. الغريبه قبل يومين دخلت كان في الجروب في واحده سال اظن قبل 8 شهور قالت يا اخواننا في زول في النيوكليير ميديسن، انا لما استغربت ذاته. يا دكتور منور والله ذكرتني حاجه جميله، ذكرتني حاجه يعني طبعا عندنا في السودان حياه الطاقه الذريه، طبعا انا عندي فيها ناس اصحابي جدا يعني تعرفت عليهم لما كنت طالب في سوريا، هم بيجوا مؤتمرات وكده. نعم. من ضمنهم دكتور ابراهيم شداد ودكتور ابراهيم شداد السعفي في الرئاسه في فيينا، ودكتور رفعت كباشي حسونة معاكم في الدوحة في وزارة البيئة يا دكتور أنور. فالعلاقة شنو بين 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 النيوكلير ميديسين وهيئة الطاقة الذرية في السودان؟ والله ما فينا هود ال- 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 العلاقة مفروض تكون مع مستشفى الذرة. استخدامات السلمية الطاقة النووية دي برود شديد أو الإشعاعات، فممكن يهم من الطاقة والإنرجي إنتاج مثلاً الكهرباء بمولدات نووية وبتنتهي نعم. لغاية الاستخدامات الطبية يعني. فإتس فيري برود وبيئة لأن الفيلد واسع جداً يعني. أنا مثلاً صيدلي لكن عندي مثلاً زملائي طب، عندي زملائي بتاع آي تي يعني الموديلينج بس بتاعت الإكويبمنتس والبتاع يعني. في فيزيسيست يعني، أنا أتذكر في الماجستير كان عندنا كنا 7 تخصصات في ماجستير واحد يعني، عندنا 7 different backgrounds يعني. فالدكتور شداد انا سمعت به، هاي كان كنت في فيينا كان عندنا كونفرنس هناك، والكونفرنس كان بالمصادفه جنب الاي اي اي يعني اللي هي أيوة. الطاقه الذريه بالضبط، لكن ما 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 سنحت الفرصه يعني ان الواحد يقابله، لكن طبعا زي ما قلت لك الفيلد ذاته واسع شديد. الفيلد واسع نعم ايوه. فيعني ما حابب اخذ من وقتكم انه هنا قد تكون في سانحه اخرى يعني ممكن، لانه يعني انا عارف ليه يوم خاص ويوم مناسبه، فما ما ما مجال لنا. بالعكس احنا في المناسبه دي كمان بنوري الناس السبيشال والتخصصات السبيشال، واعمل بروموشن للتخصص بتاعك على اساس انه هو لو فيه سمنه خلي الشباب دي يخشوا عليه. ما اسالك عند الناس اللي امتحنت الشهاده وحيكونوا يفتشوا في تخصصات هسي قريبات دي، فيا ريت تلقي الضوء عليه يا ريت يا دكتور. ان شاء الله ان شاء الله يعني. هو طبعا انا مرات كده باخذ لي بوستات يعني مكتوبه يعني كنوع من هنا. وبعدين الفكره مش كمان انك تحفز الناس الجداد، الفكره انك تحاول تلتقط الناس اللي هم سبيشلايز في نفس الحاجه معك. يعني انت لما يعني you just trying يعني فعلا فيشنج يعني زي ما هو بصل الوزور برضو كتب هنا، انا ممكن اقول له والله يا اخي اوكي انا بس في الحاجه دي وكده. فهي الفكره انه العدد الكبير الاعضاء بتاع المجموعه بيديك دائما فكره انه ديفينتلي اكيد في زول يعني سبيشلايزد في الحاجه دي within the big group يعني members. فان شاء الله يعني باذن الله، والواحد يعني هو فعلا زي ما بالعكس يعني خلل ما منكم بقدر ما هو مننا يعني. احيانا الظروف الشخصيه بتمنع الواحد انه يعني يكون اكتف. وقبل كده دخلت في المداخله يعني قلت لهم ناس السوشيال ساينسز ريلي اكتف يعني في الجروب يعني ورش وبتاع وكورسز و لكن ناس الابلايد ساينسز يعني غايته بس هنا يعني زي ما بيقولوا. والله يا دكتور الكلام بتاع الدكتور انور ده مهم جدا يعني. نحن اصلا بيجينا اسئله كثيره في الصفحه ذاته وممكن في الخاص، اللي هو الواحد يسالك بيقول لك يا اخي انا في الثانوي عايز يعني ما عارف انه اقرا شنو، او واحد يقول لك والله انا في ثالثه مثلا علوم لكن المجال ما عاجبني. فالبيمنع شنو انه الناس تعمل لها زي ورك شوب تجيب الاساتذه الجامعيين يعني عشان يجوا ينوروا يعني من مختلف التخصصات، يدوا الاولاد ديل يعني فكره انه التخصص، لانه نحن للاسف يعني مثلا هنا في يوكي عندنا الاوبن ديز دي بسوق المدرسه كلها بيبص للجامعه يشوفوا الجامعات يشوفوا التخصصات بدري جدا يعني. بعد ذاك الطلبه زادوا بيمشوا براهم بطريقتهم يعني، لانه هناك في هيلب ديسك وفي كده، لكن يعني نحن في السودان الحاجه دي ما عندنا. طيب نحن
ممكن ناخذ زمام المبادره ونعمل الحاجه دي نعملها زي وركشوب، نجيب الاساتذه الجامعيين كلهم اراوند ذا وورلد في السودان زي دكتوره اماني زين العابدين دكتوره شاهيناس معانا هنا، ونعمل المبادره دي ونوريهم نوري انه الطلبه انه والله التخصص ده كده التخصص ده كده التخصص ده كده عشان يتعلموا. نحن نسي بنعمل الحاجه دي في ونسة على دروب النجاح، لكن ما بتدي الان ونسة على دروب النجاح دي حاجه عامه بتحكي عن قصه الشخص من البدايه لحد ما الحته اللي وصل لها يعني، لكن ما في حاجه كده اوبن دي للطلبه دي اليوم مفتوح يوريهم التخصصات دي ويوريهم المجالات المختلفه يعني في العلوم، عشان الواحد يكون عارف لما يجي يجيب الابلكيشن بتاع الجامعه ده ويقدم يكون عارف هو مقدم شنو يعني. بالضبط بالضبط. الحاجه دي للاسف يعني ما عند هي ما انا شفتها مثلا عندنا زملائنا الخليجيين اللي هم بيكونوا اعضاء هيئه تدريس وجو بتاع سوم مثلا ورجع، فعندهم حاجات زي دي يعني تفش يعني زي ما يقولوا ستودنتس للكولجز بتاعتهم يعني. انت برضه العامه في الاخير لما تكون في طلاب اكثر في الكوليج يعني التيرن اوفر ذات الكليه دي والجامعه هناك. لكن طبعا هناك لانه بتحس انه انت يعني الناس ما عندها زي ما بيقولوا ما بحب اقول خلينا نقول الناس عندها رفاهيه الاختيار اكثر يعني. يعني انت تقول له والله يا اخي مثلا انا قريت ما عارف هندسه فضائيه في هناك، بكره هو مش يقدم على ما في في السعوديه مثلا يمشي يقدم على برنامج ابتعاس بيلقى نفسه ثاني يوم في ناسا يعني قاعدين دابع يعني فهمتني شيء مؤسف. لكن احنا شنو نحاول نعملها بقدر الموجود ونحاول نخليها برود يعني، عشان ما اقول لي زول والله يا اخي انا متخصص في علاج مثلا السرطان اللي بيفرز نوع معين من يعني كده تذكر تعقده يعني. احنا زي ما انت ذكرت فعلا يكون يعني برود يعني والله مثلا ودي بدون مقابله يا دكتور دي انت ما قريت طوالي في بالضبط بالضبط ده اللي انا اقوله ده دار اقول يعني. احنا نقول الله يا اخي الصيدله مثلا مجالاتها كده 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 انت بعدين ان ذا فيوتشر يعني ممكن تعمل كده يعني فرصك في انك تو مثلا تو سبيشلايز ان ريسيرش اكثر من مثلا لو انك اخذت طريق كلينيكال كطبيب مثلا أو, او 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 حتى الاطباء يعني ممكن دي كان دو ريسيرش يعني في يعني ده اللي حبيت اقوله انه ممكن يكون التنوير بشكل يعني جنرال. لانه مرات بحس يعني ما حابب اكون يعني معلش كثرت في الكلام لكن ما حابب اكون زي يقولوا بيك بوينتين كده، لكن بحس مرات الاليتس في الجروب لما بيتكلموا يعني they are targeting شريحة بسيطة جدا هو كويس جدا، لكن دي مثلا لو كانت في اطار السب جروب يعني ممكن يعني عديل احنا مثلا الناس بتاع الاميولوجي دي نعمل لنا سب جروب نقعد نتكلم كلامنا ده فيه مع بعض، لكن للجنرال اودينس انت محتاج انك تبسط الاشياء يعني محتاج انك شنو تخليها جنرالايزد برايي يعني الشخصي يعني. اتمنى ان انا ذات اتعلم منه يعني انه الواحد ما يسقط في فخ ما يكون انكلوزد في التيرمينولوجي بتاعته والواي اوف ثينكينج، لانه هي جات مجهود سنين وتعب سنين و انت برضه يعني ما ممكن تفترض انه القدام كده حتقول له والله يا اخي مثلا ما عارف انت الالكترون اذا حصل له نوك اوت في ما عارف شنو انت يعني هيقول ما هيقرا ذاته يعني بالضبط يعني قصدي شنو ذات التفاعل. لو بتلاحظ لما انا مره كتبت بوست كده كومبليكيتد شويه لما جيت تلاقي التفاعل مثلا 12 13 زول صح صح، لكن مثلا لما معلومه في نفس المجال بسطتها لقيت انه والله يا اخي مثلا في ناس اكثر وفي ناس سالوا في كده يعني ات ميك سنس يعني. اديك العافيه طبعا يا دكتور. في انتاير ساينس اللي هو اسمه ساينس كوميونيكيشن تبسيط العلوم والترويج لها، ونحن عندنا جروب فرعي كان يفترض انه تكون في مبادره زي دي بقياده الدكتور هشام يوسف حسن اللي هو موجود في البحرين، لكن بكل اسف معه دكتور مصعب علي عوض الكريم. وفي ساينس كوميونيكيشن جروب افريكا على مستوى افريقيا، لانه دي من الحاجات الصعبه جدا كيف انك انت توصل المعلومات المعقده للجنرال اودينس حتى لو كان والله هايلي زي ما يقولوا كواليفايد لكن من مجال مختلف. والحاجه دي في مشروع قبل كده تم في الوطن العربي اللي هو كان اسمه كتاب في جريده، عملوا دراسه عن مستوى الناس القراءه للكتب، زول يمسك الكتاب من غلاف للغلاف لقوا انه الناس ما قاعده تقرا كتب لكن بيقروا الجرايد. فقام عملوا مشروع اسمه كتاب في جريده او صحيفه ولا شنو ما عارف كتاب في جريده. اي قريت فيه المره الثالثه كان موسوى الهجره الشمال بتاع الطيب صالح. نعم فهي حاجه تشالنجينج، ونحن لازم ناخذ التشالنج ده برضو بالنسبه لنا في البحثين السودانيين
سواء كانت حاجه متخصصه ولا حاجه عامه نوصل نصل لقلوب الطلاب. يديكم العافيه على دكتور انور ودكتور محمد يعني على المداخلات الثره. نشوف الناس الرابعين. معلش لو اطلت شاكر لك. اتفضل محمد. في محمد كيف ظاهر لي رافع يده. تفضل يا محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. الله يحييك دكتور العزيز استاذ الدكتور ياسين. الله يديك العافيه بارك الله فيك. دكتور محمد كوكو بس انا فصلتك كيف. وعليكم السلام يا دكتور يا الله يديك العافيه بارك الله فيك. شرفتنا والله. الله يجزاك خير بارك الله فيك دكتورنا الفاضل الدكتور انور والشباب كلهم منورين الله يجزاهم خير. صراحه انا من النهار بين من وقت لاخر بدي طلع للفعاليه بتاعت اليوم ده اللي هو زي ما بقول المهرجان المفتوح باحتفاليه السنه 11 لتاسيس المؤسسه هذه ما شاء الله. يعني هذا شيء طيب بكل امانه يعني. وجهودكم مقدرة يعني الشيء اللي انتم بتقدموه ده بكل أمانة. الواحد يجي يعني يحط كده يفسر يعني شيء ما فيه مدلول إلا أنه كنتوا ناس محبين للخير وكل وناشرين للعلم بكل أمانة. لأنه يعني بعض الشباب اللي مشاركين في مجموعات المؤسسة الباحثين الفرعية يعني الزمن اللي بيدوه للمتطوعين فيه للشباب وللعلم يعني بكل أمانة الواحد ما قادر يقول تفسير غير إنه هدول الناس يعني جواهم شغف وجواهم يعني طموح وشيء إنه ما يساعدوا غيره وربنا يقدركم على هذا الشيء. إحنا ما عندنا غير إنه نأخذ منكم بكل أمانة يعني. وأنا أتمنى إنه الاحتفالية الجاية أو السنة الجاية يعني ما يكون في يوم واحد بس بنفس الطريقة. إذا وإن كان الحوار المفتوح اليوم هذا حوار مفيد بكل أمان والكل أدوا بدلوا من النحر الناس يتكلم، لكن أتمناها المرة الجاية يكون فيه صبغة علمية شوية يعني مثلا يكون في يوم أو يومين يكون في يوم ساينتيفيك ديس بكل أمانة يعني يكون فيها يعني سيمينارات محكمة. والحين ما شاء الله تابعنا قبل شهرين انطلاق المجلة العلمية بتاع جماعة الهندسة الأفريكان جورنال ما شاء الله عليه يعني شيء جميل جدا. يعني ممكن زي هدول يمكن يكون عندهم أوراق علمية يعني يكون طوب مثلا 10 بيبرز ولا شيء خلال السنه دي كلها يستعرضوها في يوم زي هكذا. وهكذا جماعه العلوم الصحيه من الناحيه الثانيه وهكذا يكون في يعني ريل ساينتفك دايز يومين ثلاثه واربع يمكن حتى تستمر لمده اسبوع لانه يعني شيء يكون مر عليه 10 سنوات او 11 سنه او 15 سنه ان الناس يحتفل فيه في يوم واحد ما يعني انا شايف انه ما كفايه يعني. المفروض نشوف يعني شيء من هذا القبيل في الاحتفالات اللي جاية. الدكتور أنور من قبل شوية قال الناس يردموه بكل أمانة. إحنا لو قدرنا نردم يعني ما حنلقي إنه شيء نردم به ولا في فجوات إنه قلنا إحنا عايزين نردم فيها بكل أمانة. يعني الجمعية هذه أو المؤسسة هذه ماشية وماشية بطريقة سلسة وفيها طريقة علمية بحتة بكل أمانة يعني. وإن كان في قدامها تحديات لكن احنا مقدرين هذه التحديات خاصة لأخواننا المتواجدين في السودان. يعني في تحديات تغنية في تحديات يعني أنا أول أمس كنت عندي ووركشوب بسيط كده واجتماعات بسيطة مع بعض الناس المهتمين في بعض الأشياء في شغل بتاع ريسيرش. يعني يمكن نصهم إلى الآن أنا يعني أمس صعقت بكل أمانة إنهم زوم اللي يسوي شغلوا في بي إن وبتاع يعني شيء بكل أمانة مزعج يعني لا. لكن الأمور هذه إن شاء الله تنحل. والحاجة الثانية برضو من خلال يعني احتكاك البسيط في 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 الإشراف على المجموعات واحدة من المجموعات الفرعية وإن كان إشرافي قليل جدا لكن لاحظ شيء يعني ودي إنه الناس يعني تعمل شغل بتاع زي فولنتير سيستم كده يعني يكون في طريقة بتاعت فولنتير سيستم نكون عندنا مثلا يعني سيستم كامل عارفين انه والله في 20 30 نفر مثلا في المجموعه الفرعيه الفلانيه مثلا هدول والله انهم متخصصين في الجزئيه هذه هم ستاند باي مثلا تو فولنتير مثلا للفتره الجايه. يكون مثلا عندي زي ليست او عندي زي شيء اقدر انظم من خلالها ومن خلال تنظيم سكرتاريات مثلا اللي كل فرعيه كلها سكرتاريه خاصه ناس مشرفين المشرفين ممكن يكون فيه نوع من الديمومه يعني يكون مثلا تو فولنتير مثلا اتليست مثلا فور 6 مانس او فور مانس مثلا عشان يكون لنا الاشراف عليهم. اما الناس اللي بيكون مثلا يعد الشغل بتاع الرن بروسيس بتاع المجموعه الفرعيه ممكن
يتطور مثلا يتطور خلال شهر او شهرين قدر استطعته، وهكذا انا بكون عارف يعني محتاجين نطور نظام بتاع فولنتيرين سيستم عشان نقدر تورانا البروسيس بطريقه بتاعت يكون فيها نورمال السستينابيليتي. يعني هذا راي، وانا متاكد انه هذا الشيء مو فايت عليكم وقد تكون شغالين فيه، لكن انا حسيت انه هذا الشيء مفروض من خلال هذا الشيء. يعطيك العافيه. قبل ما اعقب عليك يا دكتور كده، ادينا بس نبذه سريعه عنك عشان الشباب يتعرف عليك اكثر. يعني الله يجزاك خير. انا الدكتور محمد بشير، طبعا انا عضو هيئه تدريس ومستشار اكاديمي في احدى الكليات الخاصه او الاهليه في المملكه العربيه السعوديه، كليات الغد الدوليه، عضو هيئه تدريس ومستشار اكاديمي ووكيل الكليه. التخصص بتاعي طبعا مجال طبي. انا تخرجت من كليه التمريض جامعه العلوم الطبيه، عملت فيها الماجستير وبعدك عملت الدكتوراه في جامعه الجزيره كليه الطب في صحه المجتمع. وهذا هو يمكن يكون نبذه بسيطه. يعني ممكن معظم شغلي في بعض البي اتش دي في السعوديه، يعني قبل البي اتش دي كعضو هيئه تدريس ما اشتغلت في السودان، يعني ليه في السعوديه الحين ما يغارب يعني فوق العشر سنوات قدمنا فيها بكل امانه، يعني وحاسين انه مقصرين شويه من الناحيه الثانيه بتاعت انه ما اعطينا شيء، لكن ربنا يقدر ان شاء الله ونقدر نعطي من جميع الوجهات. او جميع قبل ما ادي الدكتور انور شكله عنده تعقيب، لكن لا انا اول شيء اشكر الدكتور محمد كوكو على جهوده التطوعيه في انه ادار النادي بتاع المخاطبه للغه الانجليزيه في المجموعه الفرعيه انجلش فور سكولرشيبس، والمجموعه دي فيها اكثر من 40,000 عضو، وفيها نادي بتاع لغه انجليزيه مستمر مرتين في الاسبوع، وبعد مرات بيكون مره في الاسبوع. فالمشرف عليه والرئيسيه على النادي بتاع اللغه الانجليزيه هي الاستاذه ساره عبد المحمود، وهي استاذه في جامعه الحرس الوطني في السعوديه، ولفتره كان حصل لها ظرف وطلبنا متطوعين، ودكتور محمد كوكو يعني كان ده اول مره اتلاقى معه، مشكورا تكفل بالقصه تحت النادي، فله الشكر الجزيل. ونتمنى انه يعني برضه ينسق مع استاذه ساره في انه يوفروا ايام اكثر، لانه هسه حاليا النادي تغلص يعني شرينكت، فيرجع عشان انه يكون افيلبل اكثر للناس. اللغه الانجليزيه من البنى التحتيه بتاعت الانتلكشوال كاباسيتي لطلابنا وباحثينا عشان السودان بتاع المستقبل اللي احنا دايرينه. نعم. شكرا لك يا دكتور. الله يديك العافيه. انا ذاتي حتكلم مع دكتور محمد، عندي فكره صغيره كده عن تطوير النادي بتاع اللغه الانجليزيه. تعقيب بسيط قبل ما ادي الفرصه لاخونا محمد لانه رافع يده من قبل، محمد الصادق. يا دكتور محمد كوكو، نحن الاحتفال بتاعنا ده يعني هو برين ستورمينج باكثر مما انه يكون يعني احتفاليه، يعني فعشان كده نحن دايرين كل الناس تدينا الفيدباك بتاعه وتدينا الكومنتس بتاعه. بالعكس يعني نحن الكلام اللي بيفيدنا اكثر مش كلام انه والله يا اخي انتم شكرا جزيلا وكثر خيركم، لا نحن مننا وفيكم، نحن ما بنعمل يعني ما بنتفضل عليكم بحاجه يعني، تمام؟ فنحن دايرين الناس يعني يورونا انه نحن حنطور نفسنا كيف، يعني لانه احنا ما مبسوطين ولا دكتور انور مبسوط، يعني احنا كل يوميا في شات هاو تو، يعني نحن نطلع من الحته بتاعت الـ 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 الكميه للحته بتاعت الكيفيه، يعني احنا دايرين بعد نبدا في المرحله بتاعت الكواليتي، يعني لانه خلاص بقينا الشغل بتاعنا بدا يثمر، يعني وشجره لما تثمر انت بعد بتفكر انك انت كيف تفكر في الاستدامه بتاعتها وفي انه الثمره ذاتها مضبوطه. يعني يديكم العافيه. محمد الصادق اتفضل. السلام عليكم ورحمه الله. بارك الله فيكم يا دكاتره، دكتور انوار ودكتور ياسين ودكتوره شاهناز ودكتور محمد الطاهي ودكتور محمد كوكو. محمد التاي. انا محمد التاي، سوري يا دكتور محمد. انا اللي هو طالب ماجستير حاليا في جامعه هرمستاد بالسويد، يعني على وشك اخلص الماجستير تبعي. فالحاجه اللي انا يعني انتبهت لها هنا، الحاضنه الحاضنه الريسيرش للطلاب سهله جدا. نحن انتوا يا دكاتره محتاجين يعني تحضنوا طلاب، يعني مثلا الدكتور واحد فوق، انتوا ما شاء الله دكاتره عظام جدا وجدا يعني قدح معلى في العلم، بتحتاجوا تعملوا هيد هانتنج في الجامعات السودانيه،
شوفوا الطلاب اللي بيحتاجوا. يعني أنا عندي زميلتي كانت في شغل قالت لي يا أخي عندي برنامج عايزاه وفي السودان ما بنزل لي. فقلت أنا أوكي أوكي عطول البرنامج اسمه شنو؟ اسمه كاف، هو برنامج بتاع أناليسيز. فالحاجة دي يعني أناليسيز بتاع داتا هو. فطوالي نزلته قلت لها هاك يدخل عن طريق التيم فيور على الكمبيوتر تبعي واشتغلي في البرنامج. فالحمد لله اشتغلت وكملت البحث بتاعها. يعني حاجة كده بسيطة ما كانت محتاجة لها 10 أيام 11 يوم، كلها يومين قالت لي بس محتاجة يومين. فخليت لها اللابتوب فاتح وشغلت لها كملت الريسيرش بتاعها. أنا كطالب ساعدت طالب آخر في الحاجة البسيطة دي. أنتوا كدكاترة يعني الحاجة اللي ممكن تقدموها للطلبة بتاع البكالوريوس بتاع الماجستير ألف السودان شنو؟ يعني ده ما سؤال، إنه لا أنا سؤال كده سؤال عصف ذهني، إنه يا أخي محتاجين نقدم لطلاب السودان شنو نحن؟ محتاجين نقدم للناس العايزين يعملوا ريسيرش، العايزين داتا، العايزين بيبرز، العايزين يقدموا حاجة، عايزين يطلعوا عندهم فكرة وعايزين يقدموها. هذه حاجة واحدة. الحاجة الثانية أي ريسيرش فيه أناليسيز، ومعظم الريسيرشات في السودان يعني عبارة عن ميتا داتا ستدي، ما حاجة فوقها يعني بيور أناليسيز لحاجة جديدة. حالياً لما الكوفيد 19 ضرب البلدان الأوروبية دي كلها، لاحظت في معظم بحوثهم عندهم لايف أبديت للداتا بتاعتهم، لايف أناليسيز للداتا بتاعتهم، كل مرة عندهم أناليسيز، كل مرة عندهم أناليسيز، عندهم داتا في بتحصل عندهم أناليسيز. يعني عندهم تولز أو سوفتويرز أو سميها أساليب متعددة في الأناليسيز بتاعت الداتا. نحن في السودان الداتا كلها ورقية، واحد. اثنين، الداتا الورقية محجوزة عند ناس محددين، عند الوزارة الفلانية، الوزارة العلانية، الدكتور الفلاني. ليه ما يعني نحن ما نقدر نطلعها ونعملها لايف؟ يعني داتا بانك مهم جدا عشان الحاجات دي ما تكون قاعدة في أدراج محددة أو بعرف لها دكتور محدد. يعني حتى الورق ذاته في 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 بعض الدكاترة يعني بدون تقليل لمستواهم أو شأنهم، إنه ما يعني لما تجي تقول لي يا دكتور أنا دار الحاجة الفلانية ده عشان أعمل الحاجة الفلانية دي عايز الداتا دي، ما يعني ما بتلقى المساعدة الكافية، لأنه هو اللي بعرف لها الوحيد، لأنه هو الداتا دي ذاتها محتاج زمن عشان أعمل لها أناليسيز عشان يوريك لها. نحن محتاجين ندي كورسات بتاعت ماشين ليرنينج، بتاعت AI، بتاعت يعني الماشين ليرنينج دي بالمناسبة. يعني الناس لما يقول لك ماشين ليرنينج يقول لك لا دي حاجات بعيدة عن 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 عن, عن تفكيرنا. يعني أنا تبسيطي للماشين ليرنينج هي زي الستاتستيك أناليسيز لكن عن طريق الماشين ليرنينج. يعني بس محتاجين ندي الطلاب في السودان يعني التوز المناسبة أو الستبس، نوريهم الطريق المناسب، لأنه يا أخي how to accomplish the research بتاعك. ومحتاجين نحضن الشباب في البكالوريوس، بس لأنه ما شاء الله عندنا شباب مخهم عالي جدا، ما شاء الله عندهم potential إنه يعملوا إنه يتهدوا. لكن لما توريه إنه يا أخي الريسيرش بتاعك ناقص الحاجات الأساسية عشان يبقى ريسيرش كامل، فبيتحبطوا. يعني أنا في البكالوريوس عملت ريسيرش عن الـ4G network، لما اشتغلت في أمريكا أنا دوب عملت عنها ريسيرش اللي هي طلعت ميتاداتا ستادي، فكانت ديبريسنج جدا بالنسبة لي.
فجزاكم الله خير، جزاكم الله خير وبارك الله فيك. الله يعطيك العافيه يا محمد يا اخي، انا سعيد جدا. انا شخصيا مستعد ل فولنتير في اي حاجه. انا ترسل لنا اسماء، ترسل لنا في الخاص طوالي. مستعد لاي فولنتير، لاي مساعده، لاي هلب، لاي تيتشي. الله يعطيك العافيه. نحن نحن بالعكس يعني نحن محتاجين لكل العقول النيره من شباب وشابات بلادي. قبل ما ادي الفرصه ل شايف الدكتور محمد رافع يده، دكتور وعبد الله رافع يده. طيب في نقطه مهمه قالها محمد الصادق. يا جماعه نحن عندنا في مبادره الباحثين السودانيين عملنا كورس متكامل عن ورشه تدريبيه في البحوث، اللي تقريبا دكتوره شاهيناس كانت مشاركه فيها بروفيسور الصادق، دكتور انور، بروف علام. يعني كان يعني كورس متكامل انه كيف انت تعمل بحث لحد ما تطلع ورقه علميه يعني. فالكورس ده قاعد الستيل يعني في يعني عاملين له واتساب جروب وعاملين له صفحه فرعيه في الفيسبوك. يعني ممكن الناس كلها ترجع للفيديوهات للشرح بتاع العلماء الاجلاء والفيدباك بتاعهم، وفيه بروفيسور عبد الباسط مريود. نحن من حيو ده من العلماء القلائل على مستوى العالم يعني في مجال البحوث. فشكرا لك كثير يا محمد، ونرحب يعني بكل فيدباك انت اديتنا له، وتعالينا طوالي شمر يعني يديك وتعال تشتغل معنا. طيب انا خديت شيء هنا في التعليقات في زوم، عندنا الرابط بتاع الابلكيشن للناس اللي ينضموا لجروب المشرفين. احنا المجموعه دي فيها 670 الف بلس ممبر، لكن في 40 مشرف فقط هم اللي بيقوموا عليها، وفي المشرفين نفسهم شغالين بطاقه تقريبا 60%، 40% بيكونوا اون افريج، عندهم ظروف، عندهم مشاكل الى اخره. فطوالي بنعمل ريكروتمنت في كل نهايه سنه، بنعمل ريكروتمنت لناس جداد. في ناس بتحصل لهم ظروف بتتغير، بيقوم بيطلعوا من الاشراف، وكلهم بنشكرهم. انا ما عارف هل الناس اللي هنا تابعوا البرزنتيشن قبل عن ما هي مجموعه الباحثين السودانيين وشنو هي مشروعاتها ولا لا، لانه مهم جدا الناس تكون اون ذا سيم بيج، ما يكون الكلام اللي قلناه بالصباح الناس ما سمعته. في صفحه هنا، ده الصفحه دي بتوريك ما هي مبادره الباحثين السودانيين وما هي المشروعات بتاعتها بصوره كامله تمام، انها تاسست في 28 ديسمبر الى اخره. لما تجي البرامج والانشطه في الصفحه الثانيه هنا، ده بتشوف انه والله في ورش مهارات فن واعداد البحوث العلميه زي ما ذكر ياسين قبل شويه، ودي عندها صفحه مخصصه. بتجي هنا بتلقى في المنتدى الاقتصادي، بتلقى في سلسله السيمينارات. ويا اخواننا قناه اليوتيوب اللي قلت للناس يشتركوا فيها دي، فيها اكثر من 300 محاضره اكاديميه وبحثيه ومهارات البحث وغيره، ومن ضمنها في قائمه بتاعت حاجه اسمها ترند ان افريكا، دي سلسله سيمينارات مشتركه، ونحن استضفنا فيها اثنين باحثين حايزين على جائزه نوبل بواسطه دكتور مصعب علي عوض الكريم، هو احد المشرفين في الباحثين السودانيين. وكل المحاضرات دي موجوده، ده المشروع المجله بتفاصيله، ودكتور امران معانا هنا، ده المنتدى الاقتصادي، بروفيسور الصادق، وده التعليم الالكتروني وغيره من المبادرات. يعني في 32 مبادره. كان عندنا منصه في ميدان الاعتصام صابينها، كنا من يوم كم؟ من 19 ابريل لحد 3 يونيو حضرنا فضل الاعتصام ذاته وربنا سلمنا والى اخره، لحد ما تجوا في النهايه هنا، ده نهايه الصفحه بتلقوا شنو؟ انه والله تقرير حاله البحث العلمي في السودان، دي من المشاريع الجديده اللي اطلقناها الليله تكلمنا عنه، وبقياده الدكتوره سلمى صديق، وفي سلسله على دروب النجاح اللي هو بيقوده استاذ ياسين نفسه ذاته لسه مدير السيمينار ده وغيره. يعني في مبادرات كثيره جدا جدا تمام؟ في مجموعات فرعيه، المجموعات الفرعيه دي يا اما مجموعات بتاعت منح يا اما مجموعات بحثيه متخصصه سبيشال انترست جروب. فهنا ده في بتلقوا في الروابط دي بتلقوا فيها كل المجموعات، المنح التركيه، الكوريه، الالمانيه، ما اعرف شنو، والمجموعات البحثيه المتخصصه، الدماغ والاعصاب، النشر في ما اعرف علوم البيانات الى اخره، كلها موجوده وين؟ في الحته دي. فالصفحه دي عاملينها نحن، وهنا ده بنشكر احنا المشرفين، دي المشرفين بتاع سنة 2020 الموجودين هسه حاليا، وبنعمل لقاء سنوي وكل مشرف عن المؤهلات بتاعته، اهتماماته البحثية والى اخره موجودة في الصفحة دي.
وكذلك هنا ده في فيديو بتاع تعريف بهم وبأنشطتهم في المجموعة الرئيسية ولا المجموعات الفرعية. كذلك عندنا المشرفين السابقين برضو أنا هنا نديهم يعني التحية والمحبة من دكتورة شل بشير، دكتورة سناء، دكتورة إلى آخره، كل الناس ديل. وهنا ده في اللقاءات السابقة تمت معهم عشان نعرفهم، وكلهم شباب رائعين جدا جدا، قدموا كثير جدا للمجموعة في حتات. ونحن هسي جانا راجع بروفيسور محمد خليل. محمد خليل ده تم ترقيته لأستاذ، يعني بروفيسور فول بروفيسور هسي قبل أيام. وعندنا طبعا ست الكل حبيبتنا بروفيسور سعاد الصادق بدري، ودي يعني من بيقول عليهم بيت الحكمة. كل الناس دي مؤهلة تأهيل عالي وعندها خبرات كبيرة وقدمت للمجموعة. فأنا هاي الريكومند إنه الناس تخش الصفحة دي. وكذلك لو عايز انت تخش معانا تبقى مودريتر، المودريشن عنده فورم الناس بتملاه، اي زول مودريتر في البحثين السودانية ملا الفورم ده، ومنه بيقوم الناس بتختار عدد من الناس عشان يكونوا للهناية. فمرحب بك يا محمد صادق، مش كده؟ مرحب بك انك تنضم للطاقم بتاع الاشراف. لكن انا اي وورن يو من السي انه از نوت ان ايزي تاسك، كل الناس عارفين يعني زول بتلقاه داق جرس، ما نزلت لي البوست بتاعي، حذفت لي بوستي وما عارف شنو بتاع. اول ما استلم البريفليج بتاع المودريتر ده بيظهر له 500 نوتيفيكيشن. السي دي از وي سبيك ناو، انا هقوم اعمل لكم بس حاجه بسيطه كده، هقوم هنا ده في المجموعه اوريكم السي حاليا في اثناء ما نتكلم المجموعه فيها شنو من ناحيه اداريه لازم يتحلى. السي في اللحظه دي في 120 ممبر، يفترض انه نراجع البوست نشوف البروفايلات بتاعتهم ونختار انه ده يخش ولا ما يخش الى اخره. بيجوك الناس بتوع التجاره وبتوع شنو ناس الاعلانات وغيره. في بيندينج بوست، دي بوستات مستنيه انها تخش المجموعه. اها شوف ناس اللايفات، ناس كل يوم احنا بنقش الحوج ده ونكنسه ونرشه مويه وبتاع عشان يجي اليوم اللي بعده. شفتوا كيف؟ ففي الناس بيكون ببرا ما شايفين الصوره كيف، كل واحد بيفتكر انه والله البوست بتاعي انا ده نازل قاصدني انا ده، والنازل بيمر بوستات التيكسي بس وما بيشتغلوا الى اخره. كل الكلام ده مفترض تستحمله بكل محبه وترد للزول تقول له يا اخي معلش والله يا اخي في مجموعه مخصصه للغه الانجليزيه، داير امتحان الايلتس امشي المجموعه الفلانيه، وعندنا رولز وغيره تتدرب يعني تكون في اورينتيشن. فلو انت جاهز بتحب مجتمعك وفعلا دار تخدمه حبابك، دي الحته اللي ممكن تخدم فيها بكل اريحيه يعني. اتفضل يا دكتور ياسين، معلش انا طولت. يعطيك العافيه. لا بالعكس، يعني ده تنوير جميل جدا وريكاب للحاجات اللي حصلت. طيب ناخذ قبل ما نحلي بدكتور محمد عطا، في عبد الله. عبد الله انت رافع يدك من قبل. عبد الله احمد، عبد الله. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا جزيلا دكتور ياسين ودكتور انور وبقيه الاخوه الكرام على اتاحه الفرصه. حقيقه انا ما كنت عارف اصلا انه في اليوم في احتفاليه، وبالصدفه دخلت على الفيسبوك كده فلقيت اللايف ودخلت عن طريق الزوم. واشكركم على اتاحه الفرصه للمشاركه. انا حقيقه بس عايز أأمن على انه نحن مفترض نعمل مجموعات صغيره بحثيه لرعايه الطلاب، تعقيبا على كلام الاخ اللي تكلم قبل شويه. المجموعات دي نحن ممكن نعملها يعني very focus group، تكون عند المختص ساعة واحدة أسبوعيا، ما تكون عبارة عن محاضرة ولا عبارة عن سيمينار ولا كده، لا نحن عايزينها تكون عبارة عن research meeting، نلتقي فيها بصغار الطلاب إذا كانوا في مرحلة البكالوريوس أو في الدراسات العليا لحل مشاكلهم البحثية. لأنه نحن بنشوف كثير ما شاء الله من الأنشطة والمحاضرات، لكن الناس زي ما تقولوا شبعت في المحاضرات، واحيانا ما الطلبه الصغار ما بيكونوا انترستد انهم يتابعوا المحاضره، لانه في الاخير هم صح بيستفيدوا معلومات لكن ما بتحل لهم مشاكل شخصيه هم بيتعرضوا لها وبيواجهوها في الابحاث. فانا افضل انه يكون في عباره عن سمول ميتين او ميتين رومز، تكون فيري سبيشلايزد وفوكس، ويعني يسجلوا فيها الطلاب، ما يجي مره على كيفه ومره ما يجي، لا يكون في اجتماع. مثلا انا عندي 10 طلاب ماسكهم في تخصصي، الطلبه دي نجتمع بهم ساعه واحده فقط في الاسبوع، يعرضوا فيها مشاكلهم الخاصه بالابحاث، الاشياء اللي تكنيكال بتكون بسيطه جدا
زي ما ذكر الأخوة من قبل أنه ممكن يكون عبارة عن برنامج بنساعدهم فيه أو بنحلهم في ريسيرش ميثودولوجي أو بنوضح لهم نقطة هم عندهم فيها إشكالية، بالإضافة لأن الطلاب نفسهم مع بعض بيعملوا نوع من النتورك، لأن هم أحيانا بيكون في طالب عنده حل مشكلة بيواجهها طالب تاني في نفس المجموعة. فأنا أركز على المجموعات الصغيرة، ودي الناس اللي عملوا أبحاث يعني أو دراسات عليا في غالبا خارج السودان كثير جدا يعني بيكونوا مروا بهذه التجربة اللي هي مجموعات أو الميتين بتاع الريسيرش. ده دائما بيكون البروفيسور في القسم ومعه الطلاب الصغار، ما عبارة عن فورمال سيمينار ولا فورمال لكشر، وإنما جست ميتين تو سولف السمول بروبلمز. وشكرا جزيلا على إتاحة الفرصة، نتمنى لكم كل التوفيق. الله يديك العافية، شكرا لك كثير. يا ريت تعرفنا بنفسك بس. أيوه أنا اسمي عبد الله عثمان عبد الله أحمد، أنا من أوريجينالي من جامعة الخرطوم من كلية المختبرات الطبية، لكن لي 10 سنوات مغترب في السعودية، حاليا أستاذ مشارك في جامعة أم القرى في كلية الطب في قسم المايكروبيولوجي، والانترست بتاعي في المولوكولر بيولوجي وفي الميكروبيال جينومكس، وممكن نساعد الطلاب في المجال ده، ونتمنى أنه يكون في يعني فرصة أكبر علشان نديكم تفاصيل أكثر إن شاء الله. وشكرا جزيلا. الله يديك العافية دكتور عبد الله. في العابدية والمرؤون في مكة، في جامعة أم القرى في كلية الطب في مكة. في أنا زاد كنت شغال في مكة يعني، وكنت ساكن في النسيم، كنت شغال في الكلية الكندية. أيوة أنا ساكن جنبك طوالي في بطحا قريش يعني، بس بيننا وبينك الجبل بس. يا ريت والله لو ترسل لي الواتساب. أبشر جدا في الكتاب. أبشر إن شاء الله. العافية. بشوف يا جماعة. طيب يا دكتور، في مجموعة طبعا فرعية بتاعت الهيلث والميديكال إيشوز ستاديز، فيها زي 4800 عضو من الناس المختصين في المجالات الصحية والطبية، فنحن ندعيك انك تكون موجود فيها وتقترح الاقتراح ده داخل المجموعة، لانه بيكون ريليفنت يعني ديل الناس اللي هم في المجالات المتخصصة اللي ممكن يستفيدوا من خبراتك في الريسيرش يعني والمنتورينج. احنا عندنا مبادرة بتاعت منتورينج، لكن بكل اسف كان في عدم التزام بعض الاحيان بيخلي المنتورز يعني يكونوا ممتعضين شوية، فلا بأس إنه الناس تعيد تاني وأسي بالفيسبوك جروبس نفسهم أدوا خاصية جديدة بتاعت إنه ممكن تضيف يعني منتورينج في الجروب، يعني إحنا ممكن نفعلها بوجودك لها. تمام؟ إن شاء الله ما في مشكلة إن شاء الله. أرسل لي الرابط على الخاص، الله يعطيك العافية دكتور أنور، وإن شاء الله أنا هدخل عليه على طول. أبشر بالخير برسول. شكرا بارك الله فيك. إن شاء الله مداخلة قيمة جدا من دكتور عبد الله، وإن شاء الله حنخوض برضو دي من الـ الاقتراحات بتاعت المبادرة. أنا بعد شوية حقول إليكم قبل ما ننتهي من قبل ما نختم السيشن بتاعنا. يتفضل دكتور محمد. السلام عليكم مرة ثانية. تحية أول شيء دكتور عبد الله، وأتمنى أنا عندي صديقي هو مدير قسم الفيزيولوجي في أم القرى، فغالبا بيكون بعرفه، هو سعودي اسمه عمر بابطين، أنت لو قابلته سلم عليه. والحاجة الثانية حابب أضيفها إنه أنا من رأيي يعني في شيء بسيط دائما هي تركاية كده زي ما نقول بتتعامل. أنت ممكن تشوف الناس اللي انترستد، ولو قلت لك زول ريلي انترستد ممكن الزول اللي خلينا نقول عنده شوية خبرة في الريسيرش ممكن يعملوا بوبليكيشن سوي as a literature review يعني. ما يعني صحيح possibility to do real research at least في المجال مثلا الطبي وكذا، to do real research محتاج معامل وعينات وماتيريال، لكن في تركاية تانية اللي هي بس literature review يعني. انت مثلا في زول انت بتتوسم فيه، لانه يعني بكل صراحة برضو ما عايزين نخطئ خطأ انه اي زول مثلا تخرج من الجامعة معناه هو is a project of a good researcher in the future يعني. لازم أنا، ففي ناس فعلا عندهم الشغف وعندهم القدره وعندهم وعندهم وعندهم، فلكن خلينا نقول اذا الواحد داري يكون براغماتي شويه ممكن يكون في زي جوينت ليتريتشر ريفيو يعني، وفي الاخير ات كود بي ببلش. انا بشوف الحياه دي مثلا في الهند في الصين، تلقى مثلا واحد اللاست نيم في البيبر من هارفارد ولا اوكسفورد ولا بتاع، تلقى البقيه كله مثلا من جامعه مثلا في الصين او في الهند او كذا، فتستفترض إن شنو الريليشن بينهم كانت ساينتيفيك يعني. يعني أنتوا مثلاً and they looked into حاجة وحاولوا مثلاً يشوفوا وين وصلت the background بتاع summarize it and they publish it. بالنسبة للطلاب الصغار وكذا this is an advantage، لأنه أنت يعني if you have a publication regardless of the fact
انه هي original article او review article still يعني it would be an additive to you يعني فممكن حاجة زي دي الناس تعملها يعني لكن طبعا لازم يكون فيها criteria انك كيف تقدر تعمل sorting فعلا لانه في ناس حيكونوا فعلا جادين وعندهم رغبة ومستعدين يتعبوا واوا وممكن يجيك زول مثلا يوقعك في حكاية انه مثلا copy paste او ما يكون مثلا مستعد يعني ففي حاجة زي دي يعني ممكن الناس تساعد بها الناس وتكون في الأخير برودكت للتعاون يعني بين الناس والجروب. أنا بس بضيف على دكتور محمد إنه عندنا الكورس بتاع الورشة اللي هي ورشة ذكرني يا دكتور أنور اسمها الورشة بتاعة مهارات الفن وفن البحث نعم ورشة مهارات وفن إعداد الفنون إعداد الأبحاث إعداد الأبحاث نعم فدي ممكن يا جماعة يزول من الشباب اللي عنده شغف بالبحث وعايز يتطور في موضوع البحث ده يرجع هي فيها فيسبوك بيج صفحة فرعية في الفيسبوك بتلقوا فيها كل المحاضرات بتاعت الدكاترة والبروفيسورات يعني ناس well known في العالم فهم عاملينها بطريقة مبسطة عشان الناس تستفيد منها يعني بالضبط بس يكون رغبة عند المنتورز انهم to have a joint publication مع شخص حابب يخش المجال العلمي وكده فتكون يعني حاجه زي الليتريتشر ريفيو ودي بتكون حاجه بوسيبل يعني ما شرط انها تتنشر في نيتشر او ساينس لكن ات كود بي ببلشد يعني ان ميديوم تو لو امباكت فاكتور جورنال والاخير بتكون وين وين سيتويشن يعني بالاضافه الى روح التعاون فيها والنواحي الجماليه زي ما يقولوا برضه في نوع واسي شايفه دكتور انور عارض الحاجه دي هنا في الشاشه اللي هي المحاضرات كلها والمقدمين نامنه يعني من البداية من الانترودكشن بتاع الكورس يعني بالضبط حاجة يعني أي زول عايز يمشي في المجال بتاع يبدأ فيها وبعدك فيها دكتور إلياس يعمل التحليل يعني كانت يعني دكتورة شاهيناز يعني حاجات يعني جميلة والله حاجة كانت روعة يعني امتدت يمكن على أكثر يعني يمكن بروفيسور علام امتدت يمكن شهرين ولا كده بالضبط انا حتى اتذكر كان دكتور انور قال لي لو في عندك فرصه يعني اتذكر كنا بنتونس كده على قلت له والله يا اخي صراحه الجماعه غطوا كل شيء مد ما بقوا ذات فرصه يعني انا والله للاسف ما قدرت احضر لانه كان عندي جاتني كورونا في الفتره دي فما قدرت احضر الف سلامه الله يسلمك يديك العافيه كانت فكره وشاكر لك المره الله يديك العافيه طيب ندي فرصه لعبد الرحيم وبعد ذلك حنجيك يا محمد عيسى تمام عبد الرحيم تفضل السلام عليكم للمره الثانيه انا اللي اتكلمت كثير طبعا لكن في جو المبادرات ده انا احنا كان عندنا مبادره او هي ما مبادره هي فكره وبدينا فعلا ننفذ فيها على نطاق ما تقدر تقول محدود لكن اعتقد انه الفكره نفسها والحاجات اللي ممكن الناس تستفيد منها يفترض انها تعمم يعني فانا من هنا داير اطرح الفكره دي عليكم بحيث انها تكون جزء من المشاريع بتاعت مبادره الباحثين السودانيين اذا رأيتم فيها انها ممكن تحقق فائده او نعم تكون مفيده. انا لاحظت طبعا من خلال بحثي عن السكولرشيبس في فترات كثيره سابقه انه معظم الدول ومعظم البلدان ومعظم الجامعات عندها نوع او شكل من اشكال المنح اللي هي بتقدم للطلاب. إذا كانت الدول طبعاً عندها المنح في شكل يعني مثلاً المنحة بتاعت الداد أو المنحة بتاعت الشيفينينج أو المنحة وهكذا. إذا جيت للمؤسسات هي نفسها عندها منح internal scholarships بتاعت مثلاً بتاعت الدين أو بتاعت whatever. نحن في السودان صراحةً أنا لاحظت إنه ما عندنا الحاجة دي على الإطلاق. الفكرة بتاعت إنه نحن يعني نعمل منح عشان to motivate يعني عشان ما نحفز الطلاب والستودنتس الحقيقة ما عندنا. Unfortunately دي حاجة كبيرة يعني دي حاجة يعني أنا ما أقدر أقول ما عندنا بصورة مطلقة لكن على الأقل هي ما highly pronounced في السودان الحاجة دي وأعتقد إن هي دي إشكال كبير جدا عشان كده كان إحنا عندنا فكرة إنه إحنا نقوم نعمل منح نعمل نظام بتاع منحة والفكرة بتاعتنا كانت بسيطة جدا كانت على الأقل نبدأ بأربعة طلاب كويس المنحة طبعا هي كوميتمنت ذاتي من اشخاص يعني انا ومعي ثلاثة انفر انه نحن على الاقل لو قدرنا نوفر يعني تويشن فيز لطلاب يكونوا مميزين في مجالات محددة هي محتاجة لها البلد ويكونوا فعلا متميزين
يعني مثلا كان رشحنا مجال الاي تي او الكمبيوتر ساينسز، انه هو يكون يعني نقدر نبدا انه على الاقل لو قدرنا يعني نحفز لنا طالبين هم متفوقين في الدراسه بتاعتهم، وعلى طول هم عندهم الكوميتمنت انه تو اكسل في دراساتهم، دي بتكون حاجه كانت جميله جدا. وفعلا بدينا فيها وبدينا نعمل الكوميتمنت بتاعنا، وكنا حنبداها لكن استيل الجامعات لسه قفلت وكذا، فما طرحنا الفكره بشكل يعني بشكل واضح للناس. كم المبلغ بتاع التيوشن اللي كنتوا خاتينه؟ كنا خاتين يعني اذا في السنه قدرنا نجمع المبلغ بتاع، طبعا لانه في البدايه التزام من 4 اشخاص، كنا خاتين انه احنا اذا في السنه قدرنا نجمع المبلغ بتاع 30-40 ألف على حسب امكانيات. 40 ألف جنيه سوداني؟ لا السوداني مبلغ اعتقد انه ما حاجه يعني تذكر، لكن على الاقل بنقدر يعني نفتح باب لناس ثانيين ممكن هم يعني يكون عندهم فهم زي ده ويكون عندهم فكره زي دي، ونقدر نحفز طلبتنا، لانه في النهايه طلبتنا محتاجين لدعم، محتاجين انه زول يحس انه في جهه هي بتعاين فيه وهو بيتقدم، في جهه هي مستعده انه تو سبورت هيم يعني تو بوش هيم. فالحاجه دي محتاجين احنا فعلا يعني نعملها في السودان. احنا طبعا عندنا خريجي كوريا، قبل كان في دكتور ابراهيم موسى وشخصي انا السينيور بتاعهم، وفي دكتور احمد عز الدين. احنا جزء من رابطه خريجي اللي هو معمل بيقول على الباي انفورماتكس والديتابيز في تشومبوك ناشونال يونيفرسيتي. الرابطه بتاع الخريجين بتاعتنا فيها اكثر من 100 بي اتش دي هولدر، وديل قرروا سبحان الله رب ضارة النافعه. كان في فيلم طلع في كوريا، الفيلم ده بيتكلم عن طبيب كوري عمره 48 سنه كان عايش في جنوب السودان بيساعد الناس المحتاجين علاج وكده، وهو زول يعني زي يقولوا قسيس ولا حاجه زي دي، وتوفى. لما يتوفى ده قام عملوا له فيلم دوكيومنتري، والفيلم ده كان اسمه Don't Cry For Me Sudan. فيلم عاطفي جدا جدا، يعني هو فيه نفس الكونسيبت بتاع الزول اللي بيمشي يخدم المجتمعات الفقيره وكده. والوقت ده سبحان الله جنوب السودان ماشي انفصل ذاته، لكن الاسم شايل اسم السودان. فالكوريين عامة اتعاطفوا مع السودان وقالوا احنا محتاجين نساعد السودان وكده. فنحن التقطنا القصة وقلنا لهم يا اخي ما في مشكلة، نحن نحن ممكن نعمل منحة لتحفيز الطلاب المتفوقين في السودان. وفعلا عملنا المنحة دي ودفعناها ل 30 طالب من 5 ولا 6 جامعات اللي هم المتفوقين في جامعة النيلين في مجال الكمبيوتر والآي تي، بس ده المجال بتاعنا، والقرآن الكريم والسودان والخرطوم وتقريبا الإسلامية ما بتذكر، المهم 5 جامعات. وكل سنة كان بنجي وأورد الطلاب ده $100 جائزة تشجيعية، وهم بكونوا متفوقين وكده. القصة دي أسس السنة دي ما اشتغلت، والسنة اللي فاتت البروفيسور نفسه بتاعنا الكوري جاء من زيارة للسودان ووزع المنحة دي بنفسه يعني، فدي حاجة موجودة. الحاجة الثانية في بروفيسور نمير عثمان البشير أستاذ النفط في جامعة تكساس A&M، عامل يعني صدق لوالدته الله يرحمه، عامل لها سكولرشيب في كلية الهندسة الكيميائية في جامعة الخرطوم. يعني دي حاجة هو بيرسونلي هي فاينانسد في الجامعة، فدي حاجة ممكنة، ما كلام ممتاز جدا وممكن نمشي فيه. لكن أنا في خلال البحث بتاعي عن الجهات الممولة في السودان، لأنه في أسئلة كثيرة بتجي انه انا والله جاني مؤتمر دار امشي لكن ما عندي قروش التذاكر، انا والله قبلوني في جامعه لكن بارشلي لازم ادفع السكن بتاعي الى اخره. عرفت انه في منظمه في السودان بتدفع للطلاب الاجانب للجامعات السودانيه، والمنظمه دي بتدفع كان لي يمكن 4-5 ألف طالب سنويا منح. ففي حاجه زي دي داخل السودان موجوده، وفي السودان دولة مقر لمنظمات كثيرة بتستفيدوا منها الناس التانيين للسودانيين بس يعني. فإحنا بنشجع على الحكاية دي، ويا ريت يعني إحنا طرحنا قبل كده منحة باسم المرحوم محمد المجتبى طالب الصيدلة، الزول الجميل اللي كان يعني مجتهد جدا الله يرحمه ويغفر له. فلكن ما في فاينانس، فالناس ممكن تاخد يدينا في يدين بعض، ودي فكرة ممتازة جدا إحنا وكان بيرسو يا عبد الرحيم. ممتاز جدا، اذا قدرنا نعمل استراكشر وتكون هي طالعه باسم المجموعه، باسم مجموعه ممكن
نعم انت شلت يعني ده نفس الكلام اللي انا كنت حقوله يا عبد الرحيم. اي يا جماعه سيدي طرحت لي انا كم مبادره جميله جدا. اول حاجه مبادره الايام المفتوحه، مبادره اللي هو الساعه الاسبوعيه من دكتور عبد الله اللي هي الاشراف على الطلاب وكده، في تطوير اللغه الانجليزيه مع دكتور محمد كوكو، وفي اسع مساعده الطلاب عبد الرحيم. فانا عايز يا جماعه يزول احتفظ بالمبادره بتاعته دي ويتراسل معانا عشان احنا نقدر نبلويره كيف. دكتور انور جبيل ذكر حاجه جميله جدا جدا واكد عليها اخونا باشمهندس حيدر لانه هو ذاته مشرف معانا. اي زول يا جماعه عنده مبادره بيجينا هنا في المبادره، نحن بنكون له التيم بتاعه، هو بيكون الليدر ونحن بنكون التيم بتاعه، يعني بنشتغل معه. يعني ناسي انا لما جيت عملت المبادره بتاعت الكورس بتاعت إدارة المشاريع، دكتور أنور كان واحد من الـ من الـ من الفريق بتاعي يعني، تمام. ونحن ده الشغل بتاعنا، يعني ما عندنا حاجة اسمها إنك أنت ليدر هنا خلاص معناه كنكشة كده، لا لا لا، نحن دايرين الشغل ذاته عشان يكون في ديناميكية. أنت ممكن تكون ليدر للجروب هنا وتكون عضو فريق في الجروب الثاني. فعبد الرحيم جاهي طوالي، وخلينا نتفاكر في الموضوع ده، دي حاجة جميلة. أنا والله من زمان بحلم بحاجة زي دي، وعندي لها برضو بعض الأفكار الغد تفيد يعني. شكرا لك، يديك العافية عبد الرحيم. نحن بعد ده ماشيين على نص الساعة الأخيرة أعتقد يا دكتور أنور. هنعمل البلج بتاعنا، التعهد بتاعنا بأنه نص يوم يعني مفتوح، يعني هنكونك من ناو، وده هتكون أطول إيفنت عندنا في الباحثين السوداني في خلال 11 سنة الفاتت، وإطلاع كويس لل 11 السنة الجاية إن شاء الله. تمام، يلا عندنا محمد عيسى وبعده حتكون ناس يعني. تفضل يا محمد. السلام عليكم مرة تانية. بس أنا عايز أتكلم في موضوع الأفريكال جورنال اللي هي المجلة العلمية الأخيرة دي. نعم، مرام مرام قاعدة معنا مش كده؟ مرام أنا شايفها موجودة. أيوة موجودة، أهلا بيك يا مرحبا. تفضل يا محمد. طيب تمام، بالنسبه للستودنت اندر جرادويت يعني، ودارين ننشر ريفيو ارتكل عادي، ولقينا سوبرفايزر وبدينا في الكتابه وفي جمع الاوراق العلميه وتلخيصها، فدارين نعرف انه الافريكا جورنال يعني بتقدم شنو للطالب الاندر جرادويت، غير انه يدفع بالسوداني زي ما قال دكتور محمد المره اللي فات، انه السوداني ممكن يدفع بالسوداني، لكن للطالب الاندر جرادويت ما في سكولارشيب، ما في عفو، ما في حاجة. طبعا نحن بنحب الملح شديد. اهلا بك يا مشاركة بسيطة يا محمد عيسى. انت المجال بتاعك شنو اذا سمحت يعني؟ الكترون انجينيرينج. طيب انا يعني I provide you the scholarship you want. يا سلام، يا سلام. السلام عليك يا دكتور. شكرا يا دكتور، شكرا. انت عندك اهلا بك يا محمد. انا زي ديل اللي بعدبوني عند عايز يعني، انا ديل اللي عايزهم بجد، ديل اللي عايزهم programs I'm ready يعني scholarship publication I'm ready جاهز. نحرسل لك رسالة على الخاص، تمام، وضح رقم هاتفي وطريقة التواصل معي. تمام، شكرا 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 لك يا دكتور. ومحمد عيسى بنتوقع منك سبميشن قريب. احنا والله ذاتنا كنا دايرين نبادر بحاجه كويسه، لكن خلاص الدكتور سبقنا وما شاء الله يعني دعم المبادره، دعم الشغل بتاعك. ربنا يوفقك ان شاء الله. ان شاء الله. والله يا جماعه يعني قمه السعاده يعني انا متاكد دكتور نور بيكون دموعه جرن يعني دي يعني حاجة كده يعني. الحمد لله رب العالمين وما توفيق إلا بالله. جزاكم الله خير والله دكتور محمد، يا محمد الصادق يعني، ومحمد عيسى زادك أنت راجل بركة يعني. يعني هو شوف أنا عندي حاجة ما شبه في الحياة دي، إنه لكل مجتهد نصيب يعني. ما يعني أي شفت أنت خطوة تخطوها عشان تمشي لقدام بتلقى ربنا بسخر لك الزور اللي بيساعدك، لكن ما تكون قاعد في بيتك يعني. ناسي محمد الساعة عندك كم في السودان السعودي؟ 11 و28 دقيقة. والإنترنت كيف عندك؟ لأنك طلعت وجيت وطلعت وجيت. دي الخدمة الثالثة من الصباح. الخدمة الثالثة شفتها؟ يعني دي الحاجات اللي يعني الأبريشيتد والمندعم عشانها يعني. شوف محمد في السودان طالب ولسه ما تخرج،
مشوا جو يعني، عشان كذا ربنا اكرمك بالمنحه يعني. جزاك الله خير يا محمد الصادق. ويعني نحن من هنا بنحس اي زول يا جماعه، اي زول فيه بذره خير دار يساعد طالب علم، لانه طالب العلم ده كانه من احيا الناس جميعا يعني، ما بذكر لكن معنى الايه. فاشوف انه محمد عيسى ده انا متاكد اول ما يتخرج واول مرتب حيقبضه حيفكر طوال يساعد له طالب، ده اذا ما كان بيساعد في زول يعني. فدي ده جزء اصيل من المبادره والشغل اللي احنا بنشتغل فيه. يديك العافيه. عندك مداخله ثانيه ولا تنوم على المنحه يا محمد؟ كده كفايه خلاص، اكتفيت كده كفايه، لكن خليك قاعد معانا ان شاء الله. جاتني رساله انه النت بتاعي خلص والله. يا الله يا اخي خلاص تمام. انت بس خليك رقمي وصلك محمد. ايوه وصل. تمام بس اتواصل معي. تمام الف الف مبروك، وشد حيلك ونسمع بيك ان شاء الله. نشرت في المجلات العالميه وناس مرامي يحتفلوا بيك يعني في المجله بتاعتهم. شكرا لك يا دكتور ياسين، والله المبادره دي مبادره جميله، والشباب الصغار ذاتهم في الاندر جراديويت كونهم انهم يفكروا ذاتهم يكون عندهم ريفيو ارتكلز، يمكن دي حاجه احنا يعني لقيناها في لما بدينا البحث بتاع الدراسات العليا ان احنا ممكن نعملها. لكن بشجعك كثير يا محمد عيسى، وربنا يوفق كثير. في اي جامعه انت؟ والله انا في كليه الجزيره التقنيه. ما شاء الله ما شاء الله يا سيدي، ربنا يوفقك ان شاء الله. الاسامي ما بتفرق بقدر انك انت عايز تعمل شنو يعني، عايز تصل لوين يعني. بالتوفيق، يديك العافيه وتحيه لك ايناس. تفضلي. اذا دكتور انور عايز تعقب. انا والله ام سبيتشليس يعني دي هالحاجه اللي بنقولها دائما، انه تخيل كيف يكون الحال، وتصور كيف يكون الحال لو ما كنت سوداني وأهل الحارة ما أهلي يعني. جد يعني الواحد يقدركم والله يا أخواننا، محبة صادقة لكم كلكم، أي زول وأي زولة موجود هنا ده محبة صادقة من القلب. دي هالروح اللي شغالين بها احنا في مبادرة الباحثين السودانيين في السنوات اللي فاتت والجاية إن شاء الله. عندك خد ما عندك شيل، كده احنا كمجتمع بنمشي لقدام كلنا كمجتمع. لو في طالب واحد ما مؤهل ولا باحث واحد ما مؤهل، دي مشكلة لنا احنا شخصية، لانه الطالب ده في يوم من الايام حيمسك له مسؤوليه، والمسؤوليه دي حياخد فيها قرارات، وكان ممكن نساهم في تاهيله لكن قصرنا. فاحنا ما دايرين حاجه زي تحصل، وان شاء الله اتمنى لك التوفيق يا محمد، وربنا يجزيك كل خير يا عبد الله، مش كده؟ محمد الصادق الله يجزيك كل خير، وربنا يجزيكم كلكم خير يا اخواننا. ممكن تعمل لكم موديل بتاع فندنج للحاجات زي دي بالتواصل مع الدكتوره مرام، هي موجوده هنا، ولا دكتور محمد الحاج ولا اي واحد منهم. الله يجزيكم خير، ربنا يوفقكم ان شاء الله يا رب. شكرا جزيلا. بنتنا ايناس تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. كان عندي بوينت جبالك دار اعلق عليها. طيب بالنسبه لانه مثلا حاليا الطلبه او انا كطالبه اصلا في الجامعه يعني شايف المجتمع اللي حواليني كطلبه معي في الجامعه ما مهتمين بالبحوث والحاجات دي، أو يعني ما في awareness للحاجة دي. طيب كان أو أنا حاليا في جروب أو مبادرة اسمها سويتش، كانت شاركت في اليوم العالمي للهندسة كان في جامعة السودان. كانت الفكرة تحت الجروب السبب اللي خلاه إنه يقوم إنه ما في awareness بالحاجة دي، فحتى كانوا قائمين عليه. حاب أطرح عليكم الفكرة عسى ولعل تفيد إنه الحاجة دي تنتشر أو تفيد الجروب بتاع الباحثين، إنه كيف يدعم الفكرة بتاعته في الجامعات. يلا الفكرة بتاعت جروب سويتش، إنه مثلا الليلة أنا كممبر في الجروب ده جامع لي كل هو في تحديدا في جامعة السودان قسم الهندسات، بعد من الجامعة دي شامل لي كم ممبر من كم جامعة. الفكرة بتاعته انه بتتوفر الداتا حتى البرامج يعني اسمه شنو البرامج اللي ما متوفرة هنا في السودان، ده كله الحياة دي غايمة عن طريق طلبة حاليا للأم تخرجوا معاي برضو.
عن طريق اسم شنو يعني مثلا يشوفوا الطالب المعين انه داير برنامج معين يتعلمه، فكان بينزلوا احدث البرامج حتى بيكون انه في صعوبة انها اصلا تنزل هنا دي في السودان، فعن طريق حاجة معينة بتواصل مع ناس برا. حتى بالنسبة للإنجليش كلوب فكنا بنعمل انه بنتواصل مع ناس اجانب بحيث انه يدعموا البيزك بتاع الجروب ذاته. فكان في شكل كلوب بيكون مع اجانب لايف، بيكون كل فترة والتانية. بالنسبة لي اسم شنو الفكرة بتاعت انه ليه الجروب، يعني الفكرة يعني مثلا بتلقى مثلا معايا زميلتي في الجامعة داخل في جروب الباحثين لكن داخل قرض، ولكن ما قادر تستفيد او ما قادرة يعني تاخد ثمرة الجروب الكبير ده. فالفكرة دار اطرح عليكم مثلا في كل جامعة يكون في يعني أسي ما عارفة دكتورة شاهيناز أو مينو ذكرت إنه كنتوا بتحاولوا تتواصلوا مع بعض الجامعات، فكان في البروتوكولات وحياة زي دي. طيب ليه ما تبدو من تحت من يعني اسم شنو في كل جامعة يكون في زي بيزك لجروب الباحثين من الطلبة نفسهم، بحيث إنه الأويرنس بتاع البحوث والحياة دي تنتشر أكثر، لأنه يعني كمية الوعي بتاع البحوث أو إنه الطالب ذاته يمشي يبحث أو يعمل ورقة علمية والفوائد بتاعتها اللي ممكن تجيهم من الحيرة يعني تكاد تكون قليلة جدا. فدي الفكرة بتاعت الحابة أطرحها، إنه يعني الشغل يبدأ من تحت كتواصل مع أفراد أو مبادرات، تشوف المبادرات اللي في الجامعات الصغيرة يعني تدعم الشكل يعني إيفنتات جوا الجامعة ذاتها عن جروب الباحثين السودانيين واهتماماتهم وحاجاتهم عن طريق تنظيم المنبر ذاتهم الطلبة نفسهم في الجامعة الفلانية مثلا. فمنها كده دي الفكرة دي شوية شوية حتنتشر شوية شوية يعني. فكان من حاجات سويتش اللي بنعملها مثلا واحد أنجز مشروع، فكان الناس الغايمين أو المشرفين بيحفزوا إنه مثلا يفتحوا له موقع في يفتح له موقع حساب في موقع تعليمي محظور كان تماما او اسمه شنو كان محظور تماما، انه يعني ما بالسهوله مثلا يدخل عليه زي موقع بتعليم ده. كان بالصعوبه انه واحد هنا في السودان يفتح له حساب في مواقع زي ليندا التعليميه يستفيد منها. فكان واحده من الحاجات الجروب ده بيعمله انه مثلا يعني كتحفيزيه اسمه شنو يعني زول عمل حاجة معينة أو يعني أنجزها إنه فتح له حساب في البتاع في الموقع الفلاني إنه استفيد منه، بالإضافة لإنه يعني حتى يعني كتحفيز أوكي كان بتفتح يعني هم الحياة دي قايمين على طلبة معي في الجامعة بتفتح لهم موقع يعني صفحة باسمهم زي مثلا في ليندا كان صعب انه زول يدخل لي يعني يدخل له صعب جدا. فبالاضافه اللي اسمه شنو في حاجه كده دي كان ما بيقدر يدخلوا لا الا مساعدين التدريس في الجامعات او كده، فبطريقه ما هم قدروا يتواصلوا مع الجامعات البرة انه يعني يقدروا اسمه شنو يعني نحن كسودانيين يقدروا ياخذوا مثلا صفحه في الموقع ده باسم الشخص الفلاني. تمام الناس هنا الفكره بتاعتك وقعت لي تماما. عندنا برنامج لسه ما اعلن عنه لكن لو شايف الشاشه هسه مشيره قدامك البوست ده
مكتوب تقريبا من يوم كم؟ يوم 5 فبراير، يعني تقريبا هسه له زي 10 شهور، وهو منقول اصلا أيوة. من مجموعه 2019، يعني الفكره طرحناها اول مره 2019 وجينا نقلناها ل 2020 اساسا أيوة. مطوره ومخمره وكده. والفكره هي اسمها سفراء وسفيرات الباحثين السودانيين في الجامعات. يعني احنا دايرين اي بوست بتاع منحه أيوة. دراسيه ولا بتاع اي موضوع ولا نشاط، ولا ياسين جاي السودان، انور جاي السودان، دكتور محمد عبد الله جاي السودان، في أيوة. زول جاي وممكن يقدم محاضرات طوالي، نقوم ننسق يعني، ما نستنى الزول ده لحد ما يمشي والفواتح والما اعرف ولا عراس والبيت، لا ندي برنامجه طوالي جاهز. اسمع انت اللي نزلت بكره جامعه السودان عندك محاضره، بعد بكره في جامعه الجزيره، مسافر وين ثاني ورينا ماشي وين، والله ماشي بور السودان عندك محاضره في جامعه البحر الاحمر. اللي بينسقوا الكلام ده هم اللوكال امباسادورز، الناس اللي اسمه شو ده السفراء الموجودين بتوع المجموعه في الجامعات المختلفه. منحه دراسيه نزلت طوال السفير ده ولا السفيره تشيل المنحه تقوم تعمل يا اخواننا في محاضره عن المنح، تقول يا ناس الباحثين السودانيين محتاجين زول يدينا محاضره فيما يخص كيف نكتب كفر ليتر، كيف نصلح السي في عشان حاجات تظبطنا للمنحه. فالناس يبقوا السفير مهمته انه يوري الناس انه في منحه ويجهز لهم المتطلبات بتاعتها بالتعاون مع الخبراء التانيين، لانه احنا ما نقدر نصل كل الناس بصوره شخصيه ولا في الفيسبوك. الفيسبوك بالمناسبه الالجوريزم بتاعه اتغير وبقى فيه ريكومندر سيستم. هسه ممكن انزل بوست في المجموعه، انا المؤسس على المجموعه والادمنستريتور بتاعها، انت ما تشوفيه. ليه؟ لانك قبل كده عملت لي لايك، لا انت عامله لي فولو، ولا قبل كده شفتي بوست زي ده. الفلترنج بتاع الفيسبوك براو بيعتقد انك انت ما مهتمه بحاجاتي، بالتالي ما يوريك له، ويكون البوست ده هو حاجه انت داخلها المجموعه، ولذلك بيتكرر البوستات. المهم احنا عملنا عصف ذهني اوفر سنتين، يعني مشاريعنا برضه عشان تعرف انها بتاخذ زمن في عشان تنضج. انه السفير ذاته كيف احنا نختاره؟ وكيف نبعد الموضوع ده من السياسه؟ عشان ما يجينا زول دخلوا لنا غواصه وين ومرقوا لنا وودوا لنا مجموعاتنا في حتات ما دايرينها، مش كده؟ فدي مهام انه تتواصل مع المنسوبين بتوعنا الجامعه. وقعدنا نفكر في انه ممكن يكون طالب في السنه الاخيره، طالب في السنه الاولى، ما عارف مساعد تدريسي الى اخره، لكن دي المهام بتاعتهم موضحه انه تتواصل وتقيم نشاط واحد على الاقل. وبعدين تحت هنا بتلقي انه شنو الفوائد اللي ممكن يحصلوا عليها. اول شيء بتلقى تدريب مجاني مثلا. تدريب مجاني ده ممكن يكون نديكي سبسكريبشن في ليندا، ممكن نديكي ندفع لك شهاده في كورسيرا الى اخره، حاجات كثيره ممكن نعملها. ثاني حاجه لو في منحه دراسيه وتدريبيه وكورس زي الكورسات اللي بيعملها حبيبنا ياسين تحت البي ام بي، الكورس ده بالاف الدولارات لما يدوك له مجانا ما بيقدر هو ياخذ كل المجموعه، لكن بيقدر ياخذ 20 نفر. ال 20 نفر دول ممكن نقول لها دكتور ياسين احنا دايرين نفرين للسفراء، انت بالتالي بتكون انت اتدربتي تدريب، ممكن تلقي خطاب تزكيه، يعني لما تيجي داير تقدمي لماجستير ولا حاجه ودايره اي ريفرنس ليتر بنكتبه لك، نديكي شهاده خبره لانك كنت شغاله فعلا امباسادور، مش كده؟ ممكن نكرمكم سنويا السفراء دين في حته ما، زي مثلا زي اليوم السنوي بتاعنا ده نعمل تكريم ونديكم شهادات تقديريه والى اخره. لو بقى في اي فرص تاع التدريب، ودي حتجي في لحظه ما لما تجي منظمه عالميه تقول يا اخواننا دايرين ندرب شباب في الدول الناميه في السودان رشحوا لنا، احنا نقوم نقدم السفراء بتوعنا. ممكن تمثل المجموعه في مؤتمرات دوليه وكده، يعني احنا لو جاتنا دعوه، انا شخصيا مكتفي تماما من انه انا امشي لي مؤتمر ولا كلام زي ده، انا نفسي انه الشباب يمشوا يشوفوا، تسافر وتمشي تشترك مع العلماء والباحثين طوال، نديكم الفرصه انكم تمشوا. ممكن اعمل لكم بادج بتاع سفير، ممكن تجيك اشتراك مجاني في دوريه علميه مجله في تخصصك والى اخره. الكلام ده مفتوح لسه للعصف الذهني عشان نطوره لما نرسل المبادره دي تكون مكتمله وتكونوا انتوا ضمن السفر الاساسيين. فنحن في مشاريع الناس شافتها 32 مشروع، لكن في مشاريع في البايب لاين جايه في المستقبل، ونتمنى انك تكوني من السفراء. انت في هذه جامعه؟ جامعه السودان. في هذا قسم؟ هندسه مدنيه ثالث. ممتاز جدا ناس الجنوبي انتوا. فنحن طوالي يعني مستعدين انه تكونوا انتوا ضمن السفراء وكده، واحنا والله عارفين يعني انكم بتعملوا اسبوع المهندس وبتعملوا في حاجات جميله، لكن الاجمل الاكثر انتوا ما شايفينه، ونحن نفسنا انه يصلكم ويصلكم بافضل طريقه بكل محبه يعني.
شكرا لك يا ايناس، ربنا يوفقك. شايف احمد عندك تعقيب؟ والله يا دكتور ياسين لو تسمح. اتفضل يا ياسين. معلش الله يحييك، لانه الجزئيه دي يعني اسف يا محمد على المقاطعه، جزئيه الاويرنس يعني احنا كمؤسسه الباحثين لو نعمل شيفتنج للجزئيه بتاعت الاويرنس بطريقه معينه، لان انت عارف ان الاويرنس في الجامعات مبنيه بطريقه اساسيه على الارشاد الاكاديمي. يعني الارشاد الاكاديمي في 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 السودان يعني فيه جاب كبير جدا، وان كان شفته في السنه الاخيره هذه ظهرت كم مجموعات تهتم بالارشاد الاكاديمي داخل الجامعات، لكن ما اشوفها انها كفايه. وقبل اسبوعين برضو تابعت كان لايف منتدى كان اقامه كان المونيتور بتاعه اخونا وافي، استضاف احد الاخوان اعضاء هيئه التدريس في السودان، يتكلم عن السياسات في السياسات الاكاديميه في 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 الجامعات السودانيه. لكن الارشاد الاكاديمي نعم لوائح الاكاديميه دي كلها بترتبط مع بعض. انت عارف يا دكتور انور، انت عارف في طالب بعض مرات يعني يكون انقطع فصل دراسي ما عنده فكره انه انقطاع، وده في حاجه اسمه منقطع، في حاجه اسمه معتذر، في حاجه اسمه فرصه اكاديميه، ممكن ما عنده اويرنس بالطريقه. متخيل انه خلاص هو ما يمتحن الفصل ده او ما انقطع لاي ظرف انه ما عنده فرصه ثانيه، يمكن ما يجي راجع. بكل امانه يعني يمكن يكون لسبب بسيط نتيجه لعدم وعي ببعض السياسات البسيطه وحقوق البسيطه داخل الجامعه، ممكن يفقد فرصه عمره وضيع حياته لانه ما في حد عمل له اويرنس. فاحنا لو قدرنا نعمل طريقه انه نقدر نفعل نحفز الجامعات السودانيه انه تفعل نظام الارشاد الاكاديمي داخل جامعاتها، بحيث انه الطلاب يكون ملمين بكل صغيره وكبيره. طبعا الطالب لما يجي داخل الجامعه ده يعني هو مسؤوليه الجامعه انه يكون واعي هو عايز شنو في الجامعه عشان يحقق اهدافه الاكاديميه. اهداف الاكاديمي يتخرج في التخصص اللي دخل فيه ده مثلا بجريد هاي، كيف في انه يصل لها ده؟ هذا هو مسؤوليه المرشد الاكاديمي. انا عارف في جامعات كبيره جدا وجامعات عالميه، واحده من الاشياء اللي بخطوها مثلا كبريفليج بالنسبه لهم والله بيعتزوها قدام الناس وحطها في صفحتهم انه والله ماخذين مثلا 4.5 من 5 مثلا في انه والله الرضا عن الارشاد الاكاديمي، لان الارشاد الاكاديمي هو الواجهه بانه الطالب بيستفيد في الجامعه ولا ما بيستفيد. يعني وجزئيه الارشاد الاكاديمي ده يعني انا في الكليه بتاعتي لما حصل الكوفيد 19 ده النظام اللي احنا شغالين به الليرنينج سيستم بتاع اللي احنا شغالين به ليرنينج سيستم ممتاز جدا. فانا قعدت افكر كيف انه ما يحصل يكون في جاب بين الطالب وبين خلال الفتره بتاعت الكوفيد 19 كل شيء بيجي اونلاين. فعملت النظام بتاع ارشاد اكاديمي لانه النظام بتاع الاي ليرنينج انا شغال فيه ساعدني في الجزئيه هذا، بحيث انه الطالب يقدر يعمل كول للمرشد الاكاديمي بتاعه تحت اي لحظه، يرسل رساله ويقدر يعمل ميتنج زي ما احنا عاملين ميتنج الحين بطريقتنا ده، يستفسر من اي شيء كبير وصغير هو عايزه. حتى على مستوى الارشاد الاكاديمي كل طلابنا في الجامعه احنا عاملين لهم كاتيجورايزيشن، في طلاب مثلا عندهم متعسرين، في طلاب مثلا الجماعه، وكل واحد له حاجته. يعني مثلا الطلاب اللي بيكونوا مثلا اللي استفادوا من وضعهم وعايزين يفكروا بطريقه قدام، هدول مثلا بيفكروا كيف انه مثلا يمشي لقدام مثلا تو ديفلوب مثلا البوست جرادويت ستاديز وكيف يختاروا في التخصصات. في طلاب يا دوب احنا بندف فيه بس انه كيف يتخرج من الجامعه. فالامور هذه كلها هي مسؤوليه الجامعه، وفي غياب كبير جدا في الجزء ده في الجامعات السودانيه. فيا ريت احنا في مؤسسه البحثيه السودانيه ناخذ واحده من النقاط ونحاول كيف نتعاون مع الجامعات انه تنشئ عندها وحدات ارشاد اكاديمي وتفعيل الارشاد الاكاديمي بصوره جيده عشان يكون في اويرنس ويتغطى الجاب ده. الله يجزاهم خير، شكرا جزيلا. شكرا، بارك الله فيك يا دكتور. هو طبعا في الوحده في الاستراكشر بتاع الجامعه موجوده لكن ما مفعله، عامله زي اي قانون واي استراكشر في السودان بيكون اي زي الجوده، في مكاتب جوده في الجامعات ووزاره التعليم العالي فيها اداره جوده، لكن شوف اللي يجود لك. فنحن بنعمل الحاجات دي فولنتيرلي تو فيل الجاب، يعني لما نشوف انه في مشكله ما بنستنى انه ولا نقعد يبقى شغلتنا انه ننتقد الوزاره ولا الجامعه ولا كده، بتبقى شغلتنا انه تو فيل الجاب ده ونوفر المعلومات. ما شاء الله ربنا يحفظ الولاد الحلوه يا ياسين يا محمد، ربنا يحفظه. محمد ازيك؟ يحفظكم محمد. نزل محمد اكبر ولا الباحثين السوداني يا دكتور؟ لا محمد الباحثين السوداني اكبر.
ان شاء الله ربنا يحفظه ان شاء الله. الله يعطيك العافيه. احمد انت قبل كان عندك مداخله، تفضل. والله هي مش مداخله يعني، هي يعني والله يعني يعني الحاجه الحاصله بالطلبه ديل، فبالجد يعني الحمد لله دكتور انور ذاته اللي عرضه لي ده، يعني هو جاوب على اسئله كثيره من مخيلتي. فاحنا بالجد يعني الموضوع بتاع الريسيرش لو بدا من مراحل مبكره يعني بيكون فيه الامباكت بيكون اعلى، لانه في ناس يعني الزلك تكبر بتكون مشاغله الثانيه بقت اكثر، فبكون الجانب بتاع الريسيرش لو ما تعود عليه من بدري فبيحسوا انه مجهود اضافي وما بجيب لي اوت كم او وين كم له. فاحنا صراحه وقت توصل مرحله محدده بتهتم بجوانب ثانيه، يعني بعد توصل مرحله الاولاد الزواج وهكذا بتكون. لكن لو بدينا مثلا من تحت، انا عارف انه الريسيرشر هو للناس الفوق، لكن احنا دايرين نؤدي الصغافه بتاعت الريسيرشر يكون من تحت، يعني بعد ما يوصل لمرحله ثانيه يكون ريسيرشر يكون وصل الصغافه بتاعته يكون قدر يعرف المجلات العالميه شنو ويعرف البيبرز شنو. زي ما انا قبل ذكرت حتى واحد من الامثله ايناس حس ذكرت اول ما كان قبل يتكلم ذكرت كراسين ذكرت اس دي جي. قلت لها انا يعني انا واحد من الناس اضرب مثل بنفسي، وكنت طالب في البكالوريوس الاس دي جي اصلا ما كنت سمعت بها. فكون يعني حس مثلا المتابعه للجروب الباحثين السودانيين والجروبات يعني الهاتفه بيخلي الطالب يعرف محتوى حتى ممكن اساتذته في الجامعه ما يكون عندهم علم به. ونحن طبعا شوف نحن الموتيفيشن بتاعنا او الهدف بتاعنا ذاته عايزين انه الناس دي بدل بديت يستخدموها في الواتساب ويرسلوا لك جمعه مباركه ويرسلوا لك كده حاجات ذاته انت ما هو ذاته بيكون ما شافها، يستفيدوا من الداتا بتاعتهم في الحاجه دي. نحن في دقيقه هناخد بس مداخله اخيره دكتور انور عشان الوقت في شريف. طيب احنا اول ورشه عمل عملناها في السودان كان في برج الاتصالات وحضورها 350 من اعضاء مجموعه الباحثين السودانيين في السودان. شويه يا دكتور، ها بقاطعك بس شويه يمكن ما سمعتني. لا ما سمعتك. عشان نختم بك بس شريف مداخله في دقيقه الان. شريف اتفضل. السلام عليكم. في البدء طبعا انا والله بتشرف بكم شديد الباحثين السودانيين حول العالم طبعا. فانا مجرد ما كنت معرف في بوست في الواتساب في الفيس فلقيت المجموعه دي مجموعه فيها بوست عجبتني شديد، وكنت متابع اللايف حسيت دخلت الزوم فلقيت موضوع من احمد ده عجبني شديد طبعا، موضوع انه الطلبه يعرفوا حقوقهم في الجامعه. من المفترض اي طالب مثلا يعرف حقه في الجامعه شنو، ففي طلبه مجرد ما يجوا كده تسجيل مثلا برامج جداد ولا حاجه كده واحد يحضر محاضراته ويمشي توالي مثلا ما يعرف حقه شنو مستحقه شنو في الجامعه، فبيواجه طلبه مثلا مشاكل كثير. فانا طالب في جامعه ام درمان الاسلاميه بدرس كمبيوتر ساينس ديبارتمنت اوف انفورميشن سيستم. ف طبعا نزلنا امتحانات والنتيجه ظهرت وفي مشاكل مثلا في التقويم او مثلا حاجه كده، ففي شباب سافروا مع الكوفيد كوفيد 19 طبعا ربنا يحمينا كلنا، في شباب سافروا ما مثلا في حتات مقطوعه ما في شبكه حاجه كده، فظهر التقويم مفاجئ مثلا فيها ملاحق الشباب ما توفقوا في مثلا في النتائج حاجه زي. فاتصلوا ثلاث ارباعهم قاعدين يشكوا من مشاكل ومبدا من المفترض يعني زول يكون عارف حقه شنو ومستحقه شنو في الجامعه. نعم. فاتصلوا. شكرا جزيلا، مداخله جميله يعني، ودي ده من صميم هو اصلا ده طبعا من صميم الشغل بتاع الجامعه. المفروض الجامعه غير انها تدرس الجزء الاكاديمي المفروض تكون الاويرنس ده اللي كان بيتكلم عنه دكتور محمد كوكو قبل شويه. نحن بعد يا جماعه هنكتفي بالمداخلات. دكتور انور ختامه مسك. الله يديك العافيه. انا بس في حاجه بسيطه بقولها، انه اول نشاط عملناه في ارض الواقع في السودان كبير كان في 2013 او 2012، عملنا ورشه بتاعت بحث علمي وشاركوا فيها 14 من زملائنا الباحثين وحضورها 350 نفر من اعضاء المجموعه في السودان. عرضنا الفيديو ده، الفيديو العنوان بتاعه العلم للجميع بما في ذلك الاطفال. ليه؟ لانه الزول الشابه دي عمرها 8 سنوات ولا 9 سنوات كانت نشرت ورقه علميه في ساينس بمساعده البروفيسور بولوتو ده، وحتى الورقه العلميه كاتبينها بطريقه بتاعت اطفال، يعني بدل ما يقولوا الطريقه الاكاديميه بتاعتنا الجامده دي انه والله يا اخي حصلت مشكله عالميه وتزايد ما عارف شنو وغطلوح شنو، لا ديل كاتبين انه
كان يا ما كان تررررا، دي مكتوبة في الورقة، الورقة منشورة بالمناسبة. والفيديو ده بيوري إنه يا أخواننا ما في زول صغير على النشر العلمي والبحث العلمي، أي زول ممكن ينشر. فده فيديو أنا إحنا بتاع تحفيز بيخطوا دائما الباحثين إنه يا أخواننا ما في زول صغير، في زول ما عنده مرشد، وفي مسؤولية لنا إحنا كباحثين سناير بالنسبة لأبنائنا الطلاب وبناتنا الطالبات في إنه نرشدهم ونوريهم الدرب، لأنه المسؤوليات والمشاكل اللي هتلاقيهم في المستقبل هم هتكون أصعب ومختلفة. الزول اللي تخرج الليلة من public health ولا بتاع المشاكل بتاعته بتلاقيه COVID-19، بينما الزول اللي تخرج من طب سنة 80 مشاكله كان بتلاقيه ملاريا وبالهارسيا، مش كده؟ فرق كبير جدا. فنحن دارين نهيئ باحثين السودانيين وطلابنا للمستقبل، ودي مهمتنا ونحن شايلينها في رقبتنا، وربنا يقدرنا وإنه نأديها. اليوم ده يا أخواننا اليوم اللي بيعلم السنة الـ11 الباحثين السودانيين، وإحنا ماشيين للسنة الـ12، ده يوم فاصل لإنه كلنا نخد جهودنا مع بعض ويدينا في يدين بعض، ونأكد على إنه والله بلدنا السودان ما حتقوم له قائمة إلا عبر العلم والبحث العلمي. وعشان نعمل الكلام ده لابد من تنسيق وتعاضد في الجهود. وإحنا نشكركم جميعا، كل الناس اللي ساهمت في اليوم ده، وكل الناس اللي بتساهم كل يوم في مجموعة الباحثين السودانيين، واللي بتساهم في مجموعات تانية من أجل إنه يكون عندنا وطن يعني نستحقه ويستحقنا، نبنيه بسواعدنا. وأنا بس داير حاجة بسيطة بس، نشيد العلم في ختام اليوم الجميل ده، يعني نحن جند الله بالطريقة الرائعة بتاعت جبيل، حاجة جميلة جدا وملهمة جدا. شكرا جزيلا لكم وكل عام وانتم بخير. السلام عليكم ورحمه الله. شكرا جزيلا، شكرا لك يا انوار، شكرا لكم جميعا. شكرا.